الثانية زوالا بتوقيت الجزائر بعد المنتصف عبر الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، أهلا بكم. نقف معكم في هذا الفضاء الإخباري بالتحليل والنقاش مع فعاليات الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، استعراض لديناميكية عملية التشغيل في قطاعات حيوية، وتقييم بالأرقام والمؤشرات في ندوة إعلامية تهدف لإيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة وتقوية جسور التواصل بين القطاعات المعنية ووسائل الإعلام. في ملفنا الثاني وقفة مع تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طوفان الأقصى، حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيونية. نلتقي بعد الفاصل. أشرف اليوم وزير الاتصال محمد العجاب بالمركز العائلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببن عفنون على افتتاح ندوة إعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات بمشاركة وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهذا بحضور وزراء القطاعات المعنية. الندوة تهدف إلى إيصال المعلومة الخاصة بعمليات التشغيل التي حققت مجهودات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات. وزير الاتصال أكد بالمناسبة أن الندوة تندرج في إطار اللقاءات التي جمعته مع مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي بهدف تحصيل المعلومات وتحليل عمليات التشغيل التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وأن هذه الندوة تعد مناسبة لوزراء القطاعات المعنية لتقديم الأرقام الحقيقية التي تعكس الواقع. نستمع لوزير الاتصال السيد محمد العجاب. اليوم الموضوع الأساسي هو التشغيل. لماذا التشغيل؟ لأن الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون حققت يعني مجهودات جبارة، ربما لو تقولها يعني لأي واحد خارج الجزائر ربما ما يصدقهاش، مجهودات جبارة في مجال التشغيل، ولكن بكل أسف ظلت مخفية، يعني لدرجة أنه لا يوجد أي جهد في هذا المجال. لذلك اليوم السادة الوزراء سوف يتكلمون بالأرقام، الأرقام الحقيقية، الأرقام الصادقة والتي يعكسها الواقع. عندما تستمعون لهذه الأرقام في بيئة عالمية وإقليمية متوترة، خاصة بين 2020 و2023، كورونا، الحرب في أوكرانيا، تأثر سوق الصرف وغيرها من الصدمات الاقتصادية، البنك الدولي قبل يوم 5 أكتوبر يقول أنه حوالي 5 مليون تأثروا بهذه الصدمات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا الوقت الجزائر تنجز ما يعجز عن صديقه العقل. أهم مضامين الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف بالتحليل والنقاش في هذا الفضاء الإخباري المباشر. في الأستوديو سعيدة جدا بالترحيب بداية بالسيد عمار غالم مدير مركزي بوزارة التربية الوطنية. مساء الخير سيد غالم. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. يحضر معنا أيضا المحلل الاقتصادي الأستاذ هواري تغرسي. أستاذ تغرسي أهلا بك. شكرا، بارك الله فيكم. أستاذ
غرسي، أبدأ معك مباشرة هذا الحوار. نتحدث عن هذه الندوة باعتبارها الأولى من نوعها في الجزائر، الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف، جمعت عددا من القطاعات الحيوية بتمثيل وزاري وبحضور أيضا وسائل الإعلام الوطنية، طرحت أهم ما توصلنا إليه في مجال التوظيف. بداية لو نستقرأ موعد انعقاد هذه الندوة بعد دخول اجتماعي، وأيضا الوزارات المشاركة، وأيضا الأرقام المقدمة التي كانت بكل تفصيل من قبل ممثلي هذه القطاعات. أكيد طبعا هناك استراتيجية من طرف السلطات العمومية، خاصة بالنسبة للحكومة وخاصة بالنسبة للقطاعات الوزارية المهمة جدا. شفنا تقريبا 4 وزارات، وزارة الداخلية من خلال طبعا الملف الثقيل جدا بالنسبة للمراحل السابقة، تقريبا مئات الآلاف بالنسبة للعمال وطلب العمال اللي كانوا في عقود ما قبل التشغيل، تقريبا أكثر من 400,000 بالنسبة لعامل. نظن هذا الكم الهائل اللي تم طبعا معالجة القضايا نتاعو وتم توزيعه لتقريبا كل القطاعات الوزارية. ولما نشوف الرقم هذا كان الضغط كبير، وبتني انه حتى مسؤولية كبيرة بالنسبة للحكومة، رغم انه طبعا هذا المشكل بالنسبة لعملية التوظيف كان موجود في السنوات الماضية، وكان طبعا نضال بالنسبة لهؤلاء طبعا المتخرجين لمعالجة القضايا وطبعا هذا الملف بالنسبة للتوظيف. طبعا لانه برغم انه المشاكل بالنسبه لهذا التوظيف، ورغم انه الازمه طبعا هي ازمه ماليه بالنسبه للجزائر، لانه عانينا السنوات الماضيه كما قال طبعا السيد الوزير من ازمه كوفيد، ثم شفنا الازمه كذلك مرتبطه بالصراع طبعا الروسي الاوكراني والاثر تاعو بالنسبه للاسواق العالميه وحتى المدخلات نتاعنا. ولكن السيد رئيس الجمهوريه من خلال 54 نقطه كان تعهد بتسويه هذه الامور، وبالتالي انه حتى انه شكوك في المراحل السابقة على هل يتم طبعا توظيفهم حقا، نظن أنه كان قد حقق هذا المبتغى بالنسبة لشريحة كبيرة بالنسبة للمجتمع الجزائري. هذا طبعا في قطاع مهم جدا، نحكي على أكثر من 400,000 طبعا موظف مؤقت. خلينا نقول لك أنه المراحل السابقة هذو المؤقتين كانوا في بعض الحالات المداخيل تاعهم رمزية، غير خلينا نقولها غير إنسانية، لأنه لما تشوف موظف يخلص 564,000 من غير المعقول، لا إنسانية أنه تعامل الموظف بهذه الطريقة، والموظف اللي موجود في المدارس والموظف اللي موجود في البلدية والعساس اللي موجود في كل مناطق. نظن شهامة من السيد رئيس الجمهورية هو في إعطاء طبعا حقوق الإنسانية في الجانب هذا. نظن أنه هذا جزء فقط بسيط، إلى جانب قطاعات مهمة جدا سواء بالنسبة لقطاع العمل وسواء بالنسبه لقطاع التعليم العالي. شفنا انه كثير من الاحتجاجات اللي كانت في المراحل السابقه، ولكن كان وعد من خلال تسويه حقيقيه بالنسبه لهذه الشريحه، سواء بالنسبه لطلبه الدكتوره كذلك ماجستير، او سواء بالنسبه لعمليه التوظيف. نظن هنا وصلت تقريبا الى مستوى 10,000 بما يخص قطاع التعليم العالي. في نهايه او في 2 سبتمبر تم امضاء طبعا الى جانب قطاعات اخرى مهمه جدا. نعم. قطاع طبعا تستدعي لهذه الاستراتيجيه وتستدعي طبعا لدعم السلطات العموميه وطبعا مرافقتهم. نظن انه هذا مهم جدا فيما يخص عمليه التوظيف، لانه توظيف عمومي مباشره بالنسبه للوظيفه العموميه، ولكن هناك طبعا توظيف اخر من خلال حركيه خلق المؤسسات من خلال نشاط اقتصادي آخر. ومن هذه القطاعات أيضا التي نالت حصة وافرة من التوظيف قطاع التربية الوطنية، أرقام مهمة جاءت خلال هذه الندوة. نستمع إلى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد. المدرسة في برنامج السيد رئيس الجمهورية تحظى باهتمام كبير وبأولوية كبيرة وبرعاية وباهتمام وبمتابعة دقيقة، ومكتسبات المدرسة في برنامج السيد الرئيس عديدة وتاريخية وغير مسبوقة والأمثلة كثيرة. فكذلك المدرسة في هذه المرحلة وشأنها شأن كل الأنظمة التربوية في العالم، وبعد الخروج من الجائحة عدت بسرعة وبثبات وبرصانة إلى التنظيم العادي للتمدرس. وتفضل السيد وزير الداخلية بالقول بأن هذا الدخول المدرسي كان ناجحا، يبدو لي الأمر هو كذلك، وأشاطره في هذا التقييم. والتقييم في بطبيعة الحال يأتي من غيرنا يكون بموضوعية، لكن على العموم تم الدخول بحمد الله
في ظروف حسنة، في ظروف مطمئنة، في ظروف قارة ومستقرة، والتحق بالمدارس 11,145,598 تلميذ وما يقارب 1,000,000 موظف، يعني موزعين على ما يقارب كذلك 30,000 مؤسسة بين التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي. وعطفا على كلام وزير التربية الوطنية مباشرة إلى المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية سيد عمارة غالم، سيد غالم، أرقام مهمة كما تبعنا قطاع التربية الوطنية حصة كبيرة في مجال التوظيف، أزيد من 240 ألف موظف بين أستاذ وإداري. شكرا سيدتي الكريمة. أولا بخصوص عملية التوظيف في قطاع التربية، شهدت سنتين 2022-2023 عملية توظيف كبيرة جدا، وهذا ما ننظر أنه هو يدخل في صلب اهتمامات السلطات العمومية على رأسها السيد رئيس الجمهورية الذي يعطي أهمية كبيرة للمدرسة الجائرية، حيث تم خلال سنتين 2022-2023 توظيف 244,738 موظف جديد، من بينهم في سلك التعليم 112,502، إضافة إلى عدد من الإداريين، وهو عدد من الإداريين، إذا سمحت لي بس نعطيك الرقم. طيب، إداريين نذكر بالرقم الإجمالي، إداريين 26,700 موظف. بخصوص الإداريين على اختلاف رتبهم 26,770 موظف في السلك الإداري. العملية الأولى التي انطلقت سنة 2022 وهي بخصوص توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، وكانت العملية الأولى بخصوص أساتذة مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة التعليمية الابتدائية. كما تعني من سيدتي الكريمة أنه كانت لأول مرة في تاريخ الجزائر تدريس أو إدراج مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، وعرفت هذه العملية خلال سنة 2022 توظيف 5,357 أستاذا لهذه المادة، وفي سنة 2023 تم توظيف 4,444 أستاذا في مادة اللغة الإنجليزية، أي بمجموع 9,501 أستاذا في مادة اللغة الإنجليزية. ثم هذه السنة تم توظيف أساتذة، كما تعلمون أنه تم في إطار وهي تنفيذا لتعليمات سيد رئيس الجمهورية بتأطير مادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي من طرف أساتذة مختصين، حيث تم توظيف هذه السنة 12,877 أستاذا في مادة اللغة الإنجليزية بصفة متعاقدين. تفضل. نعم، إضافة إلى ذلك إلى مختلف المراحل التعليمية ومختلف المواد، حيث تم توظيف بصفة أساتذة متعاقدين أكثر من 24,000 أستاذا بصفة أساتذة متعاقدين. قبل ذلك كانت سنة 2022 وهذا تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بإدماج حوالي 62,000 أكثر من 62,000 أستاذ متعاقد في مناصب دائمة. نعم، وتمت العملية في ظرف قياسي. جيد. أستاذة تيغرسي، المدرسة الجزائرية أكثر من 11 مليون تلميذ، 30,000 قرابة 30,000 مدرسة مؤسسة تربوية في الأدوار الثلاث، الابتدائي المتوسطة وأيضا الثانوي عبر كل ولايات الوطن، كتلة مهمة وكبيرة من الموظفين بين أساتذة وإداريين، تدعم هكذا هذه السنة بهذه الطريقة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمس تقريبا كل الأسر الجزائرية. لما نشوف طبعا كثير من الدول المتقدمة نسمع للتوظيف ممكن أن يوصل إلى المستوى 50,000، الأغلبية يوصل إلى أعلى رقم طبعا يوصل لهذا، ولكن بالنسبة للجزائر شفنا تقريبا أكثر من 400,000 بالنسبة لقطاع سواء قطاع الداخلية مع قطاعات أو قطاع وزارة العمل، شفنا كذلك بالنسبة لقطاع التربية 240,000، شفنا بالنسبة لقطاع التعليم العالي 10,000، شفنا كثير من، وبالتالي أنه عدد تقريبا نحكوا على 800,000 بالنسبة لعمل هو عمل طبعا جيش تقريبا من توظيف في هذه المرحلة. ولكن هناك طبعا بعض اللي عجبني هنا عملية تقنية، أولا تطوير اللغة الإنجليزية، وهذا طبعا اللي مشكورين عليه قطاع التربية، لأنه الهدف كيف يمكن الولوج المرحلة القادمة إلى لغة العلم،
لانه لما نحكي على اللغه الفرنسيه لم تعد حتى بالنسبه لي في فرنسا لم ترتقي هذه اللغه كلغه علم ولغه بحث، وبالتالي انه يجب ان نرافق الاحداث العالميه فيما يخص البحث العلمي، لانه يجب تطوير اللغه الانجليزيه في كل المدارس الابتدائيه وكل التعليم الابتدائي للوصول الى مرحله التعليم العالي، ووضع طبعا الطالب امام اللغه، هذه اللغه يمكن طبعا في المراحل القادمه استغلالها للبحث، لانه الدليل فقط لما نشوف المؤشر بالنسبه لقطاع التعليم العالي وترتيب طبعا الجامعات الجزائريه في هذه المرحله، لانه كنا فاقدين لخبرات، كنا لا نبرمج عمليه النشر باللغه الانجليزيه، صحيح. كنا لا نعرف طبعا ترتيب البحوث نتاعنا، نظن انه هذه الحركيه من خلال اللغه الانجليزيه والبدايه كانت مباشره. تبدأ نعم من مهد نعم نعم مهم التعليم من المدرسه الابتدائيه، مهم جدا نحكوا على طبعا هذه اللغه، الى جانب حتى بالنسبه لقضيه الرياضه، لانه شفنا مشروع مهم جدا وهم مشكورين من العدد تقريبا 12000 استاذ على مستوى التعليم بين اللغه الانجليزيه طبعا و 12000 نظن فقط في قطاع التربيه، هي نعم. مناصب بالنسبه لقطاع التربيه في المدارس الجزائريه، في بعض الحالات في السنوات الماضيه كنا نشوف مثلا استاذه متحجبه متجلببه، كيف يمكن نقولوا انه هذه الرياضه بالنسبه للتلاميذ تاعها في طبعا الساحه نتاعها وكل الناس تشوف، نظن انه كانت هناك، وبالتالي انه طورنا الى مرحله مهمه جدا، هو طبعا تكوين رياضي من البدايه، معناتها مرتبط بمنظومه رياضيه، وهنا راح يساهم في الكفاءات الرياضيه في المراحل القادمه، راح نشوفوا مدرسه تخرج لنا كفاءات وتخرج لنا طبعا لما لا ابطال العالم في المراحل القادمه، لانه المراحل السابقه حتى بالنسبه للمنظومه الرياضيه كنا منظومه تقريبا مستقله عن قطاع التربيه ومستقله حتى بالنسبه للجامعه، معناتها عندنا كفاءات ممكن يبرز هذا الكف، ولكن هذه المرحله لما تكون كل الطلبه على المستوى الابتدائي من خلال طبعا معلم حامل لشهاده ليسونس متخصص في المجال هذا، اكيد راح تقريبا تكون منافسه في الاخير، معناتها تقريبا كل مدرسه وكل طبعا ولايه وكل طبعا يبدا نكون في منظومه رياضيه قويه وتعطينا دفعه بالنسبه للرياضيين تاعنا. نعم، شكرا استاذ تيغرسي. بعد الاستفاده اذا من قرار الادماج والتعاقد، التحق الاساتذه الجدد بمناصبهم مناصب عملهم في كل ولايات الوطن العينه من سيارت في هذا الروبورتاج لمراد عبروس. هذا أول موسم في التدريس لهؤلاء الأساتذة بعد الاستفادة من قرار الإدماج والتعاقد والحصول على منصب شغل. الحمد لله، هذا وين أتاح لي الفرصة بعد 10 سنوات من البطالة، الحمد لله عن طريق الرقمنة وعن طريق الإنصاف تحت لنا فرص كثيرة، وأنا والزميلات الأساتذة فرحانة بزاف بيا بالزملاء اللي كانوا يستناو في شحال من عام، الحمد لله جاب ربي وفرج عليهم بهذا المنصب. هذا فرصة كبيرة الكثير من الأساتذة اللي كانوا عاطلين عن العمل وكانوا بطالين، الآن الحمد لله يعني أتيحت لهم الفرصة باش يكون عندهم يعني أمل أنه يقدموا. اختيار المهنة عن حب وحماس وأمل في بداية لمسيرة العطاء في رسالة العلم والإنسانية. فخر كبير أنه يكون الإنسان في هذه المهنة، يعني والله بعيدا عن الجانب يعني المادي والجانب مهنة التعليم، والله معنى مهنة مشرفة جدا جدا. أنا مسؤولة على هذا التلاميذ وإن شاء الله نوصل لهم الرسالة كما تكون، نوصلوها لهم بأتم الكلمة إن شاء الله يا ربي. التعليم هو حلم أي إنسان، واللي تعب إن شاء الله قال ربي يوفقه وينال. وبالمناسبة أهنئ جميع الأساتذة الزملاء. فتحية تقدير وإكبار لمربي الأجيال أصحاب الفضل الدائم، وهنيئا لهم ميراث الأنبياء ومقام الأبوة. برسم إذن السنة الدراسية الجديدة 2023-2024 التحق الأساتذة الجدد في مادتي اللغة الإنجليزية وأيضا مادة التربية المدنية بمقاعد التدريس في كل ولايات الوطن. سيد غالم، كيف تمت انسيابية هذه العملية؟ نحن نتحدث عن 12000 توظيف من كل ولايات الوطن. بخصوص عملية التوظيف لهذه السنة الدراسية، اليوم نتكلم على 12877 أستاذ متعاقد في مادة التربية البدنية، إضافة إلى 4144 أستاذ متعاقد في مادة اللغة الإنجليزية،
أضيف إليهم أكثر من 24 ألف أستاذ متعاقد لمختلف المراحل التعليمية ومختلف المواد. وهنا على مستوى وزارة التربية الوطنية كان لزاما علينا حتى نضمن أولا تكافؤ الفرص بين حاملي الشهادات، تنظيم العملية وفي آجال قصيرة، توفير الاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث هذه السنة تم اعتماد عملية الرقمنة بصفة 100%، حيث تم تسجيل الأساتذة سواء بخصوص مادة التربية البدنية أو مادة اللغة الإنجليزية أو مختلف المواد عبر منصة رقمية أو نظام موسوم بالتوظيف، حيث تمت هذه العملية في ظروف جد حسنة ولقت استحسانا كبيرا. بخصوص عملية التوظيف هذه السنة الجديد فيها أنها تمت دون ورق، صفر ورق، حيث كانوا المسجلين أو الراغبين في التوظيف بأساتذة متعاقدين التسجيل عن بعد عن طريق منصة، والإيداع لأول مرة يتم إيداع الإلكتروني لملفات التوظيف. ثانيا بعد قبول مجموعة من الأساتذة بناء على معايير محددة، تم كذلك اختيار مؤسسات تعيينهم وفق الترتيب الاستحقاقي، وكل هذا تم عن بعد، فمما نتج عنه كانت الإدارة أو المرفق الإدارة العمومية بدون ضغوط، حيث شاهدنا هذه السنة على غير على عكس السنوات السابقة مصالح مديرية التربية تقريبا شبه فارغة من استقبال حاملي هذه الشهادات، وكذا عملية تنصيب الأساتذة، حيث كان على الأساتذة الالتحاق بمناصبهم قبل بداية الدخول المدرسي بيوم، وهذا ما تم ما وضعنا في ظروف جد حسنة، وكل التلاميذ عند ما دخلوا إلى خلال الدخول المدرسي يوم 19 سبتمبر 2023 كل تلميذ وجد المقعد البيداغوجي وكذلك الأستاذ الذي يؤطره، وذلك في كل ولايات الوطن، جميع ولايات الوطن. نعود إلى هذه المنصة الرقمية التي تكفلت باستقبال طلبات الأساتذة الراغبين طبعا الحاصلين على الشهادات من أجل توظيفهم في هذين المادتين، كيف تم بعث هذه المنصة منذ البداية من أجل ضمان الشفافية خاصة تكافؤ الفرص، وأيضا ضمان أن يكون هذا حسب احتياجيات كل المدارس في كل الولايات خاصة الولايات المنتدبة الجديدة؟ سيد غالم، بخصوص هذه العملية، أولا هذه آخر عملية أو آخر طريقة في توظيف أولا كانت وزارة التربية الوطنية سنة 2016 قد تم اعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في توظيف الأساتذة عن طريق الاختبارات الكتابية، وكذلك التوظيف على أساس شهادات، كل هذه العمليات ومؤخرا على أساس أساتذة متعاقدين، وكل هذه العمليات تم اعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتقريبا ب 100%، وهذا مما سمح لنا بتغطية جميع المناصب الشاغرة على مستوى جميع ولايات الوطن بما فيها الولايات المستحدثة العشر، حيث ضمننا من خلال هذه المنصة أنه كانت هناك أولى المساواة بين جميع المترشحين، ضمان معيار الجوارية، حيث تم ترتيب أو المسجلين لنفس البلدية وفق معيار أولا أقدمية شهادة ثم الأكبر سنا، وهذا العمل هذه المعايير لقت استحسانا كبيرا لدى حاملي الشهادات، وضمن لنا احنا تقطير نوعي وكمي وتغطية شاملة لجميع المناصب على مستوى جميع المدارس سواء مدارس ابتدائية أو متوسطات أو ثانويات. جيد. أستاذة تيغرسي، الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف اليوم بالمركز العائلي ببن عكنون بالجزائر بحضور هؤلاء الفاعلين في هذه القطاعات، نتحدث دائما عن قطاع التربية الوطنية، كانت الرقمنة دائما هي صلب عمليات التوظيف في قطاع التربية الوطنية، هذه المنصة التي استحدثت من أجل عمليات التوظيف تميزت بحسن التسيير والتنظيم، حتى النتائج كانت جد إيجابية، استجابة كلية لطلب التوظيف وللدخول المدرسي في موعده وفي حينه في جميع مناطق الوطن. أكيد طبعا انتقلنا من المنظومة الكلاسيكية، المنظومة الورقية والمنظومة البيروقراطية في المراحل السابقة، نعم، إلى منظومة أكثر نضجا، لأنه بدينا نتعامل مع طبعا وسائل الاتصال الحديثة وطبعا استغلال وتبسيط، لأنه كان في كثير من الحالات أنه هذه المنصات الرقمية معقدة جدا. نظن أنه بالنسبة للأساتذة الحاجة الإيجابية لم يشتكي أي أستاذ أنه لم يستطيع الدخول إلى المنصة، هذا طبعا شكر كبير بالنسبه للوزاره وصديقي هنا.
حاجة أخرى أنه رغم طبعا كثير أو جزء صغير في كثير من، لأنه علاش لازم نعرف أنه هناك إمكانيات مثلا في بلدية ممكن جدا داخل بلدية كان 10 مناصب وكان 50 طالب على هذه البلدية، لا يمكن أنه نتحقق أو نوفر طبعا جميع المناصب في هذه البلدية، ضروري أنه يحاولوا قطاع التربية أنه يعطوا مناصب في نفس المنطقة، لأنه لا يمكن طبعا الوصول إلى كل هذه الأهداف مرة واحدة، رغم أنه العملية مرقمنة، لأنه العملية مرقمنة ولكن العملية ما تعطيكش مناصب جديدة، تعطيك طبعا حلول قريبة. وشفنا حتى عملية طعون، لأنه شفنا مثلا في بعض الحالات كان نقائص، ولكن طعون بعدها يمكن طبعا تصحيح هذه الطعون عن طريق منظومة رقمية شفناها من خلال مثلا طعون بعثوا له الزوجة تاعو في تمن راس هو في منطقة معينة، وبعدها طبعا يدير طعون تاعو يمكن يتحصل على حل في نفس المنطقة تاعو قريب نوعا ما، ممكن العمل السنة الثانية والسنة اللي بعدها يصيب المكان فارغ وطبعا تكون عنده، ولكن بالصيغة الحديثة نظن ارتقينا إلى مستوى حتى بالنسبة لتحويلات التلاميذ، حتى بالنسبة لتحويلات التلاميذ من مدارس إلى مدارس أصبحت طبعا مرقمنة، أصبحت مرقمنة مباشرة، عندك طبعا عملية رقمنة ما بين المدارس، تقدم الطلب تاعك بالنسبة للمدرسة المحول لها، تعطيك بعد نهار تعطيك طبعا تقوم لك بعملية التحويل من المدرسة الأصلية، وبالتالي أنه هذه المنظومة يجب أن ترتقي إلى كل القطاعات. هذا القطاع لأنه يعتبر قطاع ثقيل جدا، ولكن شفنا أنه كاين حركية فيما يخص الرقمنة، ينبغي الوصول إلى قطاعات أخرى، كيف يمكن طبعا أن نرتقي إلى كل القطاعات، لأنه نجعل الرقمنة تستجيب لكل هذه المطالب وتحقق أيضا النتائج. أكيد، لأنه لم نقدم نرقمن بنفس المنظومة إلى منظومة مثلا الداخلية، وسيد وزير الداخلية موجود اليوم، لما نقول الداخلية معناتها الجماعات المحلية، كيف يمكن تحسين مردودية الجماعات المحلية، تسيير طبعا الجماعات المحلية في كثير من القطاعات. مثلا وهو ما أكده اليوم أيضا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال مداخلته في أشغال هذه الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف. هذه السياسة تاع التوظيف ككل مرجعها، أو قال سي محمد العقاب وقال سي فيصل، مرجعها أولا بيان نوفمبر الذي جعل من المواطن العنصر الأساسي لمجتمعنا، والذي يريد السيد رئيس الجمهورية أن يؤكد عليه وكل خطاب إلا وتطرق إلى هذا. المواطن هو محور كل الاهتمامات، فكل ما نقوم به فيرمي إلى ترقيته، إلى ترقية الوسط الذي يعيش فيه، إلى تحسين أوضاعه. بالنسبة للتوظيف ككل راهي بالمئات الآلاف، ونطرقوا إلى بعض من الأرقام اللي قاموا بها السادة الوزراء واللي يمكن يزدوا إن شاء الله يزدوا يعطيوها، وحنا مستعدين باش نجاوبوا مع بعض الأسئلة. إذا كل هذه السياسات المحكمة التي تهدف إلى نظرة جديدة لأسلوب جديد تبناه هو تبناه بالنسبة للاتصال الدائم مع أسرة الإعلام، إما في اللقاءات الدورية أو مثلا في المدة الأخيرة مع كل الصحفيين. إذن يبين ما نقوم به كلنا، وامتدادا لهذا الأسلوب لهذه الطريقة ما أقولها الحوكمة، إذن إحنا رانا لابد، كنا مقصرين، لابد أن نتصل معكم من حين إلى آخر. الحوكمة إذن حتى في عملية التوظيف في جميع القطاعات، دائما في قطاع التربية الوطنية تحدثنا عن المنصة التي تضمن تكافؤ الفرص، الشفافية في كل الولايات. اليوم أرقام مهمة حققت في مجال التوظيف في طبعا قطاع التربية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات. سيد غالم، أولا هذا التنسيق الحكومي أو مختلف القطاعات، تحدث عن الجماعات المحلية خاصة هذا القطاع الأفقي، قطاع جماعة مع تقريبا كل القطاعات، خاصة القطاع الداخلية، بحكم أن التسيير المالي والمادي للمدارس الابتدائية والبالغ عددهم
20,000 مدرسة ابتدائية هو من صلاحيات البلديات، حيث لولا هذا التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات على رأسهم وزارة الداخلية ما كنا نشهد هذا الدخول المدرسي الهادئ والسلس، حيث شهدنا تقريبا نجاح كبير في هذا الدخول المدرسي. وفي هذه النقطة كذلك أعرج على نقطة مهمة جدا، وهي تدخل في 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 تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وهي إدماج حاملي شهادات منتسبين إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث كان لقطاع التربية الحظ الأوفر، حيث تم إدماج ما يقارب 101,466 من حاملي هذه الشهادات لمختلف الرتب والأسلاك، سواء أسلاك مشتركة أو رتب تربوية، إضافة إلى عمال وأعوان الخدمة. قبل هذا كان لقطاع التربية شأن بخصوص توظيف خريجي المدارس العليا بحكم العقود التي تجمعهم بينهم وبين وزارة التربية، حيث تم توظيف 3577، وبهذا وتم توظيف في هذا الإطار جميع خريجي المدارس العليا. بإضافة إلى هذا أنه كان لوزارة الداخلية دور كبير لضمان دخول سلس من توفير سواء النقل المدرسي، ضمان فتح المطاعم المدرسية خلال اليوم الأول من دخول المدرسي. ربما ما شاهدناه خلال الدخول المدرسي يعكس المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية والتنسيق الكبير بين مختلف القطاعات الوزارية. جيدة، ديناميكية في عملية التوظيف جيد. أستاذ تغرسي، الرقمنة كوسيلة أساسية من أجل تحقيق هذا وأيضا التنسيق الحكومي. أكيد، لأنه شفنا الدخول طبعا حكومي وخاصة دخول الابتدائي كان طبعا في الصعيب في بعض المناطق، لبعض المناطق تعاني من إمكانيات محلية، جماعات محلية في بعض البلديات ما عندهاش إمكانيات كبيرة، والسيد رئيس الجمهورية كان خضع طبعا القرار بالنسبة لتمويل كل هذه المدارس و تفعيل كل الإمكانيات وكل المنشآت اللي موجودة في هذه المدارس، ولمدة أسبوعين قال يجب أن تكون لمدة أسبوعين أن تحضر كل المدارس. هذا من بين المشاكل اللي موجودة في القطاع، وما مشاكل ليس مرتبط بقطاع التربية ولكن مرتبط بالجماعات المحلية ومرتبط بالإمكانيات المالية المنعدمة في كثير من البلديات، لأن هناك بعض البلديات اللي ما عندهاش تقريبا ولا دخل، تعتمد على مصادر اللي هي الولاية. كيف يمكن تعطي لميزانية الولاية تعطي لميزانية معينة، أو طبعا ميزانية البي سي دي اللي هو ميزانية البلدية، إلى جانب الميزانية ممكن تكون دعم من ميزانية الولاية، أنت ما عندهاش داخل مداخيل موجودة بالنسبة للمدارس، لأنه ما عندهاش ثروة، ما عندهاش مصانع، ما عندهاش حتى 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 في التجارة ما كانش في البلدية، وبالتالي أنه تحتاج إلى سرعة في كثير من الحالات اتخاذ قرار. مثلا مدرسة عندها إشكالية في بداية الدخول المدرسي، تشوف أنه المشكل في هذه المدرسة، كيف يمكن توفير هذا الجانب. نظن أنه سيد وزير الداخلية كان أقر في عدة مرات للوقوف إلى هذه المدرسة، وهنا العدالة وطبعا الشفافية والمساواة بين كل البلديات، بين كل البلديات وكل التلميذ. مش معقول ان التلميذ اللي في حيدرة عنده كل الامكانيات والتلميذ اللي في عين قزام في البلديه نتاعو لانها ضعيفه، وبالتالي انه السيد رئيس الجمهوريه خذا قرار مهم جدا لتحقيق طبعا هذه العداله الاجتماعيه. انا ما نتمنى كاستاذ جامعي، نتمنى طبعا المدارس تسير المدارس الابتدائيه في المراحل القادمه ويكون على حساب قطاع التربيه، لانه عنده امكانيات في الجانب هذا ويعطي طبعا سواسيه بالنسبة لكل المدارس الوطنية. يجب أن يكون مدروس طبعا، ويكون حل مهم جدا بالنسبة لهذه المدارس وبالنسبة لكل التلاميذ، لأنه لا فرق بين الجزائر اللي موجود في العاصمة وطبعا اللي موجود في مناطق طبعا معزولة وتعاني. نظن أنه كل إمكانيات الوطنية مسخرة، وشفنا أنه من خلال مناطق الظل في المراحل السابقة كيف يمكن أن الميزانيات التي خصصت خاصة للبلديات في كل سنة نشوفوا أنه طبعا ثورة في حقيقة بالنسبة للسلطات العمومية لدعم والوقوف على هذه المدارس والانطلاق، رغم أنه تكون كاين مشاكل بالنسبة لعملية البنايات وكذا، ولكن توقف السلطات إلا المدارس بالنسبة لها طبعا قرآن قانون أنه يطبق يفعل في هذا التوقيت. نظن أنه مهم جدا هذا الحرص الموجود بالنسبة للمدارس، حتى طبعا
يفتخر كل الجزائري طبعا بالجزائرية تاعو، ودليل انه كل المناطق في الجزائر تتحصل على نفس القيمة، نفس المطاعم، لأنه تقريبا المطاعم موجودة في هذه المناطق النائية أحسن طبعا منها، ولكن ينبغي تحسين أكثر في المراحل القادمة، لأنه شاهدنا في المراحل السابقة بعض المطاعم الميزانية تاعها من بلديات، والبلديات في بعض الحالات أنه بلديات ضعيفة في الجانب هذا. يجب أن تكون استراتيجية متكاملة من حيث الأساتذة، من حيث طبعا العمران، من حيث الامكانيات، من حيث توفير طبعا كل الامكانيات خاصه بالنسبه للمطعم طبعا المدرسي، كل هذا الجانب يجب خلال هذا الدخول المدرسي الذي تم في ظل ظروف محتمه على جميع الاصعده. اشكر جزيلا على الحضور وعلى كل هذه التفاصيل الاستاذ هواري تغرسي المحلل الاقتصادي. اشكر ايضا المدير المركزي بوزاره التربيه الوطنيه سيد عمار غالم. قبل ذلك لديكم اضافه سيد غالم باختصار؟ سيدة الكريمة، ربما سر نجاح عملية الرقمنة في وزارة التربية الوطنية أذكر بشيء، أنه توفر الإرادة السياسية المتمثلة في قرارات سيد رئيس الجمهورية بتعميم الرقمنة في جميع القطاعات. النقطة الثانية هو الاهتمام والدعم المباشر للسيد وزير التربية الوطنية والإشراف المباشر لعملية الرقمنة، هنا يكمن السر في نجاح الرقمنة على مستوى قطاع التربية. أشكرك مجددا سيد عمار غالم، شكرا على الحضور. مشاهدينا دائما نبقى مع فعاليات هذه الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف، ابقوا معنا.
الندوة الإعلامية حول تقييم عملية التوظيف التي انعقدت اليوم بالجزائر تحت إشراف وزارة الاتصال تندرج في إطار اللقاءات بين مختلف الفاعلين وممثلي الحقل الإعلامي بهدف التحصيل المعلوماتي وتحليل عمليات التشغيل التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة. للإثراء والإفاضة سعيدة جدا في البلاتو بالترحيب بداية بالسيد عبد الجبار داودي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بك. أهلا بك سيدتي الكريمة وشكرا على الاستضافة. يحضر معنا أيضا أستاذ القانون العام الأستاذ أحمد دخينيسة. أستاذ دخينيسة مرحبا أهلا بك. شكرا على الاستضافة وتحية لي. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. إذا نتحدث عن هذه الندوة التي انعقدت اليوم في إطار رؤية إعلامية جديدة تكرسها الجزائر الحكومة الجزائرية من أجل التواصل بين مختلف القطاعات وأيضا مع ممثلي مختلف الوسائل الإعلامية، رؤية إعلامية جديدة لتقديم طبعا المعلومة الصحيحة من المصدر الموثوق، أرقام مهمة قدمت اليوم في كل القطاعات. أستاذ دخينيسة، بداية هل لك أن تقيم لنا أهمية هذه الندوة اليوم في إطار التواصل الإعلامي الذي جعلته الجزائر رئيس الجمهورية تقليدا في التواصل بين الإعلاميين وبين مختلف الفاعلين في كل القطاعات؟ نعم، السياق والرهان هو أول سياق الحدث الكبير في الحقيقة يجب إعطاء حقه، والرهان هو متعلق بهذه الحكمة الجديدة. نعم. قائمة على الشفافية وإعطاء بعد اتصالي للعمل العمومي والسياسات العمومية، وبالتالي هذه المبادرة تهدف إلى دعم تجسيد هذا المبدأ الذي يصر عليه الرئيس كل مرة، ما هو الشفافية، لإعطاء الوجه الشفافية مصداقية لأنها مناط مصداقية كل السياسات العمومية، وبالتالي مبادرة في حد ذاتها كبداية كذلك للتجسيد ولي ذهب بعيدا، وهذا هو الرهان وهذا السياق. لماذا؟ لأنه مجموعة الأحداث التي تمت وخاصة قضية التوظيف التي يعني ترتبط بها رهانات كثيرة، الرهان الأساسي هو هذه الحوكمة الشفافة الجديدة التي تعطي مصداقية للعمل العمومي وتعطي للبعد الإعلامي بعد أكثر قوة وظهور وإبراز، لأنه الأرقام وحدها متناثرة مبعثرة لا تعني شيئا، وبالضرورة كان لابد من تقييمها من فاعلها من مصدرها وإعطاها بعدها الحقيقي. لماذا؟ لأنه الجزائر عموما رانا في نوع من الهجمة التي تريد تقزيم نتائج الجزائر، صورة نتائج النجاحات الجزائر التي تسجل خطوات عملاقة وقوية وبرقم قوية يراد تقزيمها و يعني غمط هذه الحقائق واستدراجنا الى الهامش في الاحداث، وبالتالي من الضروره كانت تكون مبادره قويه اعلاميه اتصاليه خاصه انها ترتبط بالشان العمومي وليس مجرد امور قطاعيه مدوليه. هذا كانت الاجتماع ما بين القطاعات اللي اعطاها ذاك البعد الأفقي. اليوم اربع قطاعات مهمه، نعم، الداخليه، البحث، نعم، التعليم العالي، التربيه الوطنيه، وقطاع التوظيف. لماذا؟ لانه تراكم نقاش جاد مع وسائل الاعلام، نعم، الاعلاميين الذين، نعم، حضروا هذه الندوة. هذا هو مضمون الاعلام، الاعلام لا يعمل من فراغ، الاعلام رسالته انه يبلغ سياسات، لانه بعض الاحيان نحس كانه تفاوت بين الانجازات الحقيقيه والإعلام الذي يحاول أداء دوره، ولكن لهذا كان لابد من هذا الربط، وهذا هو الذي حدث اليوم بداية للتجسيد أكثر وإعطاء قوة أكثر. كانت هناك دائما مجهودات ولكن لم تكن يعني كافية، لا نقول كافية لأنه لا يوجد شخص قصر، ولكن هذا هو لابد من إعطاء نفس هذا وإبراز هذه الجهود أيضا. جهود طبعا، هذا أول الجهد الإعلامي الاتصالي تسيد الشفافية في تسير الأمور العامة والشفافية في الأمور العامة كلها، وخاصة نقولها كاين بعد آخر أنه كاين إما غمط الحقائق الجميلة الكبرى، الأرقام الكبرى التي الإنجازات الإنجازات، البعض يريد تقزيمها، البعض يستغرقنا في بعض التفاصيل وبعض الأشياء. لماذا؟ يريد
رهانه أنه يغطي تلك النجاحات الكبرى التي نحن بصدد هناك أوتاد توضح الجزائر في جميع المجالات، سواء في الشغل، في التعليم العالي، في التربية، اللي هي أمور مستقبلية وضخمة تتعلق اليوم بالتوظيف اللي يتمحور حول المورد، مصطلح ضخم اللي هو التنمية البشرية. الجزائر في ليدياش راها مرتبة ترتيب يعني ثاني على المستوى العربي، الأولى إفريقيا. هذه الأرقام الجميلة والقوية والصادقة والتي تكرسها حتى هيئة دولية يراد لها أنها تنسى، يمر عليها مرور الكرام، وبالتالي الندوة اليوم كانت لإبراز حقيقة تكاد تجاوزتها التفاصيل الصغيرة والكثيرة والمشتتة والمبعثرة، وبالتالي هذا المجهود اليوم يثمن على هذا الأساس. هذه انطلاقة جديدة. كان تكلم وزير الإعلام الذي قال نربط يكون الإعلام كل الفاعلين الإعلاميين في صلة مع مصدر الخبر، لأنه الصحفي عنده الحق في مصدر الخبر، فلما يكون خاصة رسمي والذي يقتضي. الأرقام لا تتكلم وحدها، الأرقام لازم تفسيرها تفسير علمي وموضوعي. وإحنا ماذا يحدث في التواصل الاجتماعي كذا؟ رانا في حرب، حرب، وبعض يريد أنه يغمض ويشوه صورة الجزائر، تصويرها رغم أن الجزائر عملاقة بتاريخها ورغم أن الأرقام حقيقية وواقعية، هذه أرقامها حقيقية، الأرقام بعض الدول التي هي في أوضاع خطيرة تريد أن تقزمها، تريد أن تربح المعارك الإعلامية والصورة. وحنا بعض الأحيان كاين تفاوت بين الواقع والصورة، أنه واقعنا أجمل من صورتنا، فليكن الصورة والواقع في شفافية الصورة، شفافية الواقع. ولما نتكلم على رهان المبادرة اليوم اللي هي دعم أقوى وإعطاء انفيزيبيليتي أكثر للنشاط مرئية طبعا لهذه المجهودات في كل هذه القطاعات الاستراتيجية. أستاذ سنتوقف فقط لو سمحت مع أحد القطاعات المهمة، حيث قدم اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أرقاما مهمة تتعلق بالتوظيف في هذا القطاع الحساس، الجامعة الجزائرية التي تريدها الجزائر أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية. نستمع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي سيد كمال بيداري. سنة 2023 عرفت حملة توظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتورة بلغ عددها 8000 من غير الأجراء. لماذا غير الأجراء؟ هي حل استثنائي لوضعية استثنائية، وهي القضاء على البطالة في هذه الفئة من الجزائريين التي نعتبرها نخبة من الجامعيين التي ستساهم لا محالة في تطوير المجتمع علميا وتكنولوجيا اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا. إذن 8000 لحد الساعة وظفوا في مختلف الشعب بمختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية. الجامعة الجزائرية توظيف مهم لحملة الشهادات العليا، خاصة في إطار عملية التوظيف الكبرى. اليوم الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف خصص لها جانب مهم للحديث عن هذا القطاع، حتى أسئلة المتدخلين من الإعلاميين كانت تتمحور حول دور الجامعة، أهمية التوظيف وتثمين أيضا القدرات العلمية الكبيرة في الجامعة الجزائرية. سيد داودي، نتحدث عن هذه العملية التوظيف وعلاقتها بتحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع، الجامعة كقاطرة طبعا للتنمية الاقتصادية. بالفعل سيدتي الكريمة، توظيف أو عملية أكبر عملية توظيف للأساتذة الجامعيين الذي شهدتها البلد هذه السنة تعتبر أكبر عملية توظيف منذ استقلال البلد إلى يومه، أي منذ سنة 1962 لم يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عملية توظيف بهذا الحجم. 8000 أستاذ جامعي مساعد قسم باء
من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه غير الأجراء، يضاف إليهم 1904 أستاذ جامعي استشفائي، بالإضافة إلى أكثر من 693 أستاذ بحث في مختلف مراكز البحث. إذن هذه العملية تعكس أولا النظرة والتصور الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خاصة أنه يرى في النخبة العلمية هي التي سوف تقود الجزائر إلى ودفعها ودفع الحركة الاقتصادية التي يشهدها البلد دفعة قوية. إذن هذا العملية التوظيف تعتبر التزاما من التزامات سيد الرئيس الجمهورية، وخاصة أنه اليوم الجامعة الجزائرية كما أرادها السيد الرئيس أن تكون قاطرة للتنمية والإبداع، ونحن نجني ثمار أول ثمار هذه الاستراتيجية الجديدة المبنية على الانفتاح مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أنه إذا رأينا الأعداد أو أردنا أن نقوم بقراءة في أعداد التوظيف راح يكون أكثر من 10200 منصب مالي في مختلف الرتب لفائدة الأساتذة وحاملي الشهادات العليا. اليوم هذا العدد يعكس الاهتمام الخاص والبالغ الذي توليه الدولة والقيادة السياسية على رأس السيد رئيس الجمهورية للنخبة العلمية، سواء من حاملي شهادة الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك إذا أردنا من جعله من الجامعة الجزائرية خاطرة للتنمية وكذلك محركا وقوة ناعمة للجزائر الجديدة، فلابد من إلى الأهمية القصوى لهذا العمل العامل البشري المؤهل جدا، خاصة والذي لديه مهمة تكوين إطارات الأمة المستقبلية اللي راح يزود مختلف القطاعات سواء كانت عمومية أو خاصة. اليوم نظرة السيد الرئيس للجامعة مغايرة للنظرة التقليدية والكلاسيكية للجامعة. اليوم الجامعة أصبح يضاف إليها بعد اقتصادي، اليوم الجامعة أصبحت من جامعة تمكين، وهذا هو الجديد هذه السنة. الجامعة الجزائرية اليوم أصبحت جامعة التمكين، خاصة أنه أصبحنا نلحظ فيها نوعا من الجودة، خاصة أنه اليوم لأول مرة نصبح نرى أكثر من 23 جامعة جزائرية تدخل في التصنيفات العالمية منذ الاستقلال إلى يومنا، خاصة بعد أنه إذا عرفنا في سنة 2017 كانت جامعة واحدة في هذه التصنيفات العالمية لنمر من جامعة واحدة إلى 23 جامعة في تصنيف عالمي. هذا يعكس أولا العمل الكبير أولا اللي يقوم به الأساتذة والباحثين، كانوا هم أساس الجامعة، هم المحرك الأساسي لهذه النهضة والحركية التي تشهدها مختلف القطاعات، كانوا هم مسؤولين على تكوين الإطار الكف، وكذلك الاهتمام الخاص من الدولة من خلال توفير الإمكانيات. وكذلك هذا عملية التوظيف هي جزء من الاهتمام الخاص الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذه الفئة وهما النخبة العلمية. اليوم هذا العدد ويمكن للمشاهد الكريم تحقق من ذلك جيد. دولة في كبريات الدول التي لديها اقتصادات قوية لم تقم بعملية توظيف كالتي قامت بها الجزائر، ويمكن ذكر على سبيل المثال دولة أو قوة اقتصادية، خامس قوة اقتصادية عالميا، قامت هذه السنة بتوظيف فقط 1600 أستاذ، ونلاحظ في نفس السنة الجزائر تقوم بتوظيف 8000 أستاذ من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، وكذلك سوف يتم تنظيف 1904 أستاذ جامعي استشفائي، بالإضافة إلى 693 أستاذ بحث، والعملية متواصلة لتوظيف أكبر عدد من حاملي الشهادة العليا أي شهادة الماجستير والدكتوراه. تقييم عملية التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أستاذ تخينيسة اليوم، وإضافة إلى هذه النظرة الاستراتيجية للقطاع، هناك توظيف نوعي لأصحاب الخبرات، أصحاب الكفاءات، أصحاب الأفكار الجديدة، من بإمكانهم أن يكونوا قاطرة للتنمية في مختلف القطاعات. إلى جانب هذه الأرقام المهمة، اليوم المشاركون في هذه الندوة التي بادرت إليها وزارة الاتصال أكدوا أهمية النوعية في التوظيف، أهمية تحقيق النتيجة الاقتصادية إلى جانب هذه الأرقام. أنتم كأستاذ كيف تستقرئون هذه الأفكار اليوم من أجل تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى الهدف الاقتصادي النوعية طبعا من أجل ضمان النتائج أيضا بعد هذه عملية التوظيف الكبيرة وغير المسبوقة في هذا القطاع؟ نعم، في الحقيقة منذ مجيء السيد الوزير أعطى ديناميكية جديدة، نحن على مشارف تحقيق كل الشروط الأساسية.
انتهاء الرقمنة، التوظيف النوعي، ها الربط بالاقتصاد المعرفة، تقريبا أصبحت كأنها وزارة التعليم العالي وهي وزارة اقتصاد المعرفة، لأن هي القاطرة الحقيقية. يعني مخرجات ليزيكستيرناليتي تاع التعليم العالي ستوفر اقتصاد جديد، ليس بالمعنى الذي يفهم بعض أنه مركز إنتاج، لا، إنتاج نوعي جديد، اقتصاد معرفة، هذا المود الجديد، إضافة إلى البترول والغاز. الشروط اليوم لما نتكلموا على هذه الأرقام الديموغرافية الجامعية شيء كبير، 8000 كما قال زميلي وصديقي ممثل وزير التعليم العالي، هذه الأرقام شروط للمرور إلى هذه السنة. الوزير سيد الوزير قال سنة التجويد لا كاليتي، نعم الجودة، التجويد الجودة لا كاليتي، هذه تقريبا المرحلة النوعية الجديدة نستطيع أن نباشرها، لأن الشروط الموضوعية توفرت، المورد البشري الجاد الشاب الطموح، الرقمنة التي تمت تقريبا بشكل مفجع ومفرح، مفجع للأعداء مفرح لنا، لأنه أنا كأستاذ كنت نتصور أن الأمور يعني قد تتعطل بحكم الإكراهات الواقعية، ولكن الجميع يفاجأ. إذن كل هذا الربط كذلك أول مرة كان دائما موجودة بذور لم يستطيع أحد. اليوم رأينا أصبحنا الوزير الصباح أعطانا أرقام مفرحة، مش عارف أرقام 270 مشروع مبتكر رايح ل 700 ستارت أب، هذه شيء، هذه بداية تقريبا. نتصور المخرجات والمآلات بعد سنوات، نحن بصدد بذور قوية لانطلاقة ضخمة، والقطاع كأنه سيكون القاطرة لاقتصاد المعرفة. الجودة هذه المرحلة الجديدة فعلا توفرت شروطها. اسمح لي أستاذ فقط، نعم هذه إذا سمحت لي معذرة، هذا العدد الهام من التوظيف وكذلك الفلسفة الجديدة جعلت من الجامعة الجزائرية ومن خريجي الجامعة الجزائرية التنقل من كل ما هو خدماتي إلى أصبحت اليوم الجامعة منتجة من خلال الأرقام التي قدمها السيد وزير التعليم العالي لأصحاب الأفكار الابتكارية اللي تحول إلى مؤسسات ناشئة، خاصة بعد تحصلها على وسم مؤسسة ناشئة، بالإضافة إلى 700 مشروع أو فكرة اللي كانت مذكرة تخرج راح تحول لمؤسسة صغيرة. كل هذه الأرقام راح تساهم في دفع الحركة الاقتصادية. وهذه بدايات، هذه بدايات، هذه نصوروا بدايات، بدايات، ونصوروا كم هيئة يعني جامعية فاتت 115، فاتت 115 اليوم ممكن 117 أو 115، نصوروا كل هذه البذور على مستوى تقريبا كل الولايات إلا بعضها، نصوروا هذه كرنا في نشر بذور وخلق شروط فعلا الجودة سننتقل لها، وراح تكون نوع من الكونسوليداسيون، راح تعطينا ممكن تطور اكسبونونسيال، راح يكون تطور اكثر نووي، نوع من الانشطار، لانه هذه بدايه ورانا في البدايه. لاني انا كاستاذ كنت ننتظر 20 سنه من قانون 99.5 ونسال بعض رؤساء الجامعات هل من فيليال، يعني هل من كذا، ولا وحده. اليوم في بضع سنوات وهذه نسجلوها على اسماء، انا في الجزائر نحب نسمو الاسماء، قال وزير فلان، وزير هذا الوزير الحالي الذي اعطى قوه دفع جيد. الان رانا في مرحله قويه جديده، 8000 راها طاقه انسانيه نفسيه جيد، لانه هذو قد لا يكون لهم الخبره، ولكن انقذناهم الياس الى الابداع الى وهذو، وهذا طبعا من مؤشر. تفضل استاذ عبد الجليل. هذا التوظيف اللي حاجه ايجابيه بزياده على القضاء على البطاله في وسط النخبه العلميه، وهو رفع من مؤشر التاطير والاقتراب من المؤشر العالمي في المؤسسه المعمول به في المؤسسات الجامعيه الكبرى. اصبحنا انتقلنا من استاذ ل 27 طالب الى استاذ ل 22 طالب، هذه خطوه كبيره ودفعه جديده تعطيها هذه العمليه لنوعية التكوين بالمؤسسات الجامعية. ما يخفاش عليك في نفس الوقت أنه هذا التوظيف سمح أنه مؤشر التكوين، وهذا نعتز ونفتخر بهذا، أنه في المدارس العليا أستاذ لكل 10 طلبة، خاصة أنه هذه المدارس معروفة بأنه الطلبة اللي يلتحقوا بهم معدلة تسجيلهم تفوق 16.70 من 20. إذن التكوين وجميع الظروف اللي تكلم عليها أستاذنا الأستاذ خنيسة مهيئة
يكون في نهاية العملية أو في نهاية المطاف اللي هو طالب أو كان صاحب فكر ابتكاري ذو جودة عالية تسمح للجزائر بتحقيقه. سأعود بعد قليل من أجل سنعود لاستكمال النقاش. ابقيا معي ضيفي الكريمين. الآن مشاهدين مباشرة إلى استوديو الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى موجز الثالثة. البداية بتطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 198 شهيدا و 1610 جرحى في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في كافة المستشفيات لمواجهة عدوان الاحتلال على غزة. إلى ذلك ترأس الرئيس محمود عباس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، دعا خلاله إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيونية. حفيظ عبد الصدوق. طوفان الأقصى بدأ وانطلق من غزة ليرد على التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الضفة والقدس والقطاع والمجازر التي اقترفها الاحتلال في جنين ونابلس، ناهيك عن الاقتحامات الممنهجة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات الصارخة بحق الأسرى في سجون الاحتلال. منذ ساعات الصباح الأولى شرعت المقاومة الفلسطينية في إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة نحو مواقع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عملية جديدة نفذت المقاومة لأول مرة اقتحاما بريا على عدد من المستوطنات المحاذية للقطاع. تزامناً مع ذلك تعرضت غزة إلى سلسلة غارات وإطلاق الرصاص من المحتل الذي أعلن حالة التأهب للحرب على غزة وشرع في استدعاء قوات الاحتياط، ولم تسلم حتى المستشفيات من القصف بعد أن قصف الاحتلال المشفى الإندونيسي بالقطاع، سقط خلاله شهيد آخر وجرح عدة عمال بالمشفى. وكالعادة الغرب يصطفون بجانب الكيان الصهيوني المحتل في هبة واحدة ساعات فقط من انطلاق طوفان الأقصى، هبة غربية تضامنية مع المحتل الغاشم لم نرى مثلها حين تعلق الأمر بما اقترفه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية في مجزرتي جنين ونابلس قبل أشهر. في هذه الساعة تتواصل عملية الطوفان وتندلع عدة مواجهات بعدة نقاط بالقطاع والضفة، في حين أغلق الاحتلال عدة معابر مع الضفة وغزة متسببا في تعطيل أوجه الحياة في القطاع وإعلان حالة الطوارئ، فيما انطلقت مسيرات حاشدة في عدة مناطق بالضفة والقدس تشد من أزر المقاومة وتهتف باسم طوفان الأقصى. أشرف اليوم وزير الاتصال محمد العقاب بالمركز العائلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببن عكنون على افتتاح ندوة إعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات بمشاركة وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهذا بحضور وزراء القطاعات المعنية. الندوة تهدف إلى إيصال المعلومة الخاصة بعمليات التشغيل التي حققت مجهودات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات. وزير الاتصال أكد بالمناسبة أن الندوة تندرج في إطار اللقاءات التي جمعته مع مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي بهدف التحصيل المعلوماتي وتحليل عمليات التشغيل التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وأن هذه الندوة تعد مناسبة لوزراء القطاعات المعنية لتقديم الأرقام الحقيقية التي تعكس الواقع. اليوم الموضوع الأساسي هو التشغيل. لماذا التشغيل؟ لأن الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون حققت يعني مجهودات جبارة، ربما لو تقولها يعني لأي واحد خارج الجزائر ربما ما يصدقهاش. مجهودات جبارة
في مجال التشغيل، ولكن بكل الأسف ظلت مخفية، يعني لدرجة أنه لا يوجد أي جهد في هذا المجال. لذلك اليوم السادة الوزراء سوف يتكلمون بالأرقام، الأرقام الحقيقية، الأرقام الصادقة والتي يعكسها الواقع. عندما تستمعون لهذه الأرقام، في بيئة عالمية وإقليمية متوترة، خاصة بين 2020 و2023، كورونا، الحرب في أوكرانيا، تأثر سوق الصرف وغيرها من الصدمات الاقتصادية، البنك الدولي قبل يوم 5 أكتوبر يقول أنه حوالي 5 مليون تأثروا بهذه الصدمات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا الوقت الجزائر تنجز ما يعجز عن صديقه العقل. ليفتح بعدها المجال لممثلي وسائل الإعلام لإثراء النقاش وطرح مختلف الانشغالات. انطلقت اليوم بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال الورشة التفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ومستشاري رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيس المجلس الأعلى للشباب، إلى جانب الجمعيات الوطنية والمحلية، خبراء وأساتذة جامعيين. الورشة تناولت 5 محاور هي المنظومة القانونية للمجتمع المدني في الجزائر، التدريب وبناء قدرات قادة المجتمع المدني، مكانة وموقع المجتمع المدني في التنمية المحلية، والشراكة والدور الإقليمي والدولي للمجتمع المدني الجزائري. مخرجات هذه المحاور سترفع في تقرير إلى السيد رئيس الجمهورية. وبولاية بجاية انطلقت بجامعة عبد الرحمن ميرا فعالية الندوة العلمية حول موضوع ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر، دور مكمن الزنك لتالا حمزة بواد أميزور. الندوة تجري بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ووزيرة البيئة والطاقة المتجددة فزية دحلب، إلى جانب الأسرة العلمية والمهنية في قطاع الطاقة والمناجم. الندوة تتناول بالنقاش الرهانات الاقتصادية والدور الإيجابي لاستغلال منجم الزنك ورصاص بتالا حمزة واد أميزور على الاقتصاد الوطني، وكذا الطرق العصرية المنتهجة في عملية استغلال المنجم. قصد الوقوف على مدى أو عند مدى تقدم الأشغال بالمشروع الخاص بربط محطة تحلية المياه بشبكات توزيع المياه بكاب جنات 2 بولاية بومرداس، قام وزير الري طه دربال بزيارة ميدانية للمشروع، حيث عاين الخزان المائي بسعة 50,000 متر مكعب، وشدد على ضرورة احترام أجال تسليم المشروع ومعايير الجودة. في الرياضة، كشف الناخب الوطني جمال بالماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الذي ينطلق اليوم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام منتخبي جزر الرأس الأخضر ومصر المقررتين يومي 12 و16 من الشهر الجاري. القائمة عرفت استدعاء اللاعبين أمين غويري وبشير بلومي لأول مرة. كرويا دائما وعلى المستوى المحلي، تستكمل اليوم الجولة الرابعة من البطولة المحترفة الأولى بلعب 4 مباريات، وبخصوص اللقاءات المتلفزة، مباراة شباب الوزداد اتحاد خنشلة تبث مباشرة على القناتين الأرضية والرابعة الناطقة بالأمازيغية بداية من الساعة 4:45، في حين مقابلة شبيبة القبائل اتحاد الجزائر تأتيكم على القناة 6 الشبابية بدءا من الساعة 7 مساء. نهاية الموجة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله. بعد المنتصف متواصلون دائما معكم في هذا الفضاء الإخباري عبر الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، دائما مع مخرجات الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف بمشاركة قطاعات الداخلية والجماعات المحلية العمل.
والتشغيل، التربية الوطنية وأيضا التعليم العالي والبحث العلمي. هذا اللقاء يندرج في إطار السياسة الإعلامية الجديدة للحكومة من أجل تقريب المعلومة بين القطاعات وبين أيضا الإعلاميين. سيد داودي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحدثت عن المعلومة الحقيقية والصحيحة وعن علاقة جديدة مع وسائل الإعلام من أجل إبراز هذه الإنجازات. نحن نتحدث عن التوظيف اليوم، عن قطاع التعليم العالي، عن الرقمنة أيضا التي تضمن الحوكمة والشفافية وتضمن أيضا دقة هذه الأرقام. ما أهمية هذه المبادرة اليوم في إبراز كل هذه المجهودات التي دأبت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ بالفعل اليوم تكريس هذا سنة حميدة وتقليد جديد جاءت به وزارة الاتصال وعلى رأس سيد وزير الاتصال الدكتور محمد العقاب كما تفضلتي، لتقريب أولا الدوائر الحكومية مع الأسرة الإعلامية وكذلك تنويرا للرأي العام، لأنه من له مهمة إيصال المعلومة للمواطن في أبعد نقطة من الجزائر الحبيبة وهما مختلف وسائل الإعلام. إذن هذه العلاقة والنظرة الجديدة التي والمنهاج الذي تبنته وزارة الاتصال وجعل من هذه اللقاءات مع وزارة مع مختلف مكونات الأسرة الإعلامية أولا لتقريب أولا الطاقم الحكومي وباش يكونوا كذلك في احتكاك مباشر مع الصحفيين وكذلك العاملين في القطاع الإعلامي، وكذلك هي تندرج ضمن إطار السياسة والاستراتيجية اتصالية جديدة لأنه فيه النظرة والمقاربة الإعلامية والمقاربة الاتصالية. إذن هذه كلها بوادر والمظاهر الإيجابية للجزائر الجديدة التي تجعل من الشفافية منهجا لعمل مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية. نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطالما رأينا في الأسرة الإعلامية ومن خلال مختلف المؤسسات هم شريك أساسي في نجاح مختلف العمليات، والعمليات الرقمنة كان جزءا كبيرا في نجاحها وهو الأسرة الإعلامية سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو مسموعة، لأنها ساهمت في تبسيط المفاهيم، ساهمت في نقل الحقيقة أولا لجموع المواطنين، خاصة أنه اليوم نشهد الثقافة الرقمية العالية لدى مختلف مكونات الأسرة الجامعية من منتسبين سواء أساتذة وباحثين طلبة وحتى الموظفين التقنيين الإعلاميين. ولكن البعد والجانب الذي ساهمت فيه المؤسسات الإعلامية هو في نجاح وإنجاح كشريك للجامعة أول عملية تسجيل عن بعد، خاصة وأنه كنتم وساهمتم مع رفقائكم وزملائكم في إيصال وشرح وتبسيط عملية وكيفية إجراء عملية التسجيل عن بعد والتي هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر بالصفر ورقة، والتي كانت عملية ناجحة جدا، خاصة وأنه لقت استحسان كبير لدى أولياء تلاميذ والذين أصبحوا هم طلبة جدد، والعملية لم يشبها أي خلل تقني أو عضو، ولكن كانت عملية ناجحة 100% واللي سمحت من إجراء أكثر من 2,600,000 عملية تسديد باستعمال البطاقة الذهبية. اليوم هذا النجاح عملية رقمنة راجع أولا للمنظومة والبيئة الرقمية القوية التي تمتع بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك التنسيق بين الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية، خاصة المجهودات التي قامت بهم وزارة البريد وكذلك تكنولوجيات الاتصال سهلت من استعمال هذا الفضاء وتسهيل هذه الخدمة الرقمية. نعم، وفي قطاع التعليم العالي وكما قلنا قفزة نوعية في توظيف حملات الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه، نتابع هذه الورقة. بعد سنوات طويلة من التحصيل العلمي، جهود تكللت بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ليكونوا دعامة للبحث العلمي وتطوير الجامعة الجزائرية. سجلنا على مستوى المنصة وتم إجراء المقابلة الشفوية والإمضاء على محاضر التنصيب في ظروف جيدة، والآن رانا نباشر مهام التدريس بصفة عادية. اليوم رانا يعني أساتذة مساعدين قسم با ترسمنا قرار، يعني كان كثير من الناس كانوا يستنوا فيه. عملية التوظيف هذا الموسم كانت الأكبر في تاريخ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي فاقت 8,000 منصب. هذا أكبر عدد لا مثيل له في تاريخ الجزائر المستقلة منذ 1962، بالتالي
سنصل إلى ما يفوق 10,000 أستاذ مساعد وباحث، بحيث خصصت الدولة الجزائرية أكثر من 14 مليار دينار لرواتب هؤلاء للأربعة أشهر الآتية من سبتمبر إلى آخر ديسمبر 2023. عملية التوظيف هاته لا تزال متواصلة ضمن تأطير سيعطي مستقبلا نفس هذه الفرص لمن لم يحالف الحظ في الظفر بمنصب عمل. بعد هذه السنة إذن عملية التوظيف انطلقت. التقييم الآن موجود أستاذ خنيسة بالأرقام كما تابعنا اليوم في هذه الندوة الإعلامية. ماذا بعد التقييم؟ ما بعد التقييم؟ بناء الاستراتيجيات على ضوء هذا التقييم جيد. والمرور إلى مرحلة نوعية جديدة على مستوى الحوكمة عموما وعلى مستوى كل هذه الرقمنة التي تسمح بشفافية أكثر واستطلاع أكثر وبناء استراتيجيات واقعية بوقت وبعناوين وبأشياء موضوعية ومعطيات حقيقية لتسمح لنا أن نحقق طموحات جديدة. أستاذ داودي، سنة جامعية جديدة برهانات كبيرة وبطموحات أكبر لجعل من الجامعة الجزائرية القوة الناعمة للجزائر الجديدة. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الجبار داودي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أشكر أيضا أستاذ القانون العام الأستاذ أحمد تخيسة على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. عفوا سيدتي. متواصلون معكم، ابقوا معنا لنا عودة بعد هذا الفاصل. شكرا جزيلا. دائما مع فعاليات الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف التي التأمت اليوم بمركز المركز العائلي ببن عكنون بالعاصمة في البلاطو. يحضر معي الآن السيد محمد شرف الدين بوضياف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير وشكرا على الاستضافة ومن خلالكم كل المشاهدات والمشاهدين.
كما أرحب أيضا بالأستاذ محمد بخاري المحلل الاقتصادي. شكرا استضافة، تحية لكم، تحية لضيفكم الكريم وتحية للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا لكم على قبول دعوة البرنامج. أستاذ بضياف، نتحدث عن قطاع التشغيل اليوم في هذه الندوة الإعلامية بنظرة تقييمية، أرقام مهمة قدمت، قطاع التشغيل في صلب هذه الأرقام. حقيقة شهدنا منذ قليل ندوة إعلامية حول تقييم عملية التوظيف لمختلف القطاعات، والتي بدرها بقطاع الاتصال بمشاركة كل من السادة وزراء الداخلية والجامعات المحلية، التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي. كانت فيه عدة مؤشرات إيجابية. بالنسبة لقطاعنا الوزاري يعني، والذي يعنى بشريحة كبيرة من المجتمع وتتمثل في طالبي الشغل، في المؤمن لهم اجتماعيا، في المتقاعدين، وكل الإجراءات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية اللي تتعلق أساسا برفع من مستوى معيشة المواطن وكذلك صون كرامته، ولها بعد اجتماعي كبير، كذلك لها آثار إيجابية فيما يخص الديناميكية والجانب الاقتصادي. تعرفوا أنه كل هذه القرارات كما تفضل السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بإبرازه تتعلق أساسا بأكثر من 8 ملايين أسرة، ونعرف التركيبة الأسرية الوطنية، ومن شأنه يعني يمس كل شرائح المجتمع، من تثمين ورفع من زيادات الأجور، تثمين معاشات ومنح التقاعد، وكذلك من استحداث منحة للبطالة تعنى بطالبي الشغل المبتدئين. كل المؤشرات التي قدمت على بأرقام دقيقة ومقارنة بالسنوات الفارطة أبرزت على أنه فيه ديناميكية وفيه تطور من حيث التنصيبات في سوق الشغل، خاصة فيما تعلق بعمل الوساطة التي تعنى به الوكالة الوطنية للتشغيل في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، ناهيك عن الوظيفة العمومية التي كذلك كان فيه مجهود كبير في جانب توظيف في مختلف الإدارات والأسلاك المعنية. وهو ما أكده طبعا اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أكد أن عمليات التشغيل تأتي في إطار التزامات رئيس الجمهورية، سيما ما تعلق بالرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية ومجابهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والصحية. نستمع لوزير التشغيل العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. تم اتخاذ عدة قرارات لها صلة مباشرة بتعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتم التكفل بجميع تقريبا جميع فئات المجتمع من الأجراء والمتقاعدين والمتقاعدين ذوي الدخل الضعيف وفئة الشباب التي كانت في جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، وكذلك استحداث جهاز اللي هو جهاز البطالة. إذن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحديات كبيرة أستاذ بخاري اليوم، وعلى ضوء ما قدم خلال هذه الندوة الجزائر دائما في إطار البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل في كل القطاعات. شكرا على السؤال. على كل حال يعني باش نكونوا اولا منصفين، انا اظن ان مثل هذا اللقاء هو اولا يدخل في اطار الحكم الراشد، لان كما سمعنا الساده الوزراء فكلهم دائما كانوا يتكلمون على ان المواطن كما تقول الجانب الاجتماعي للدوله الجزائريه فهو في صلب الاهتمامات، وهنا هذه السنه الحميده اننا نبلغ المواطن ونتكلم معه ونبين له بلغه الارقام كي ما هي جهود الدوله حتى لا تكون هنالك تاويلات او شيء من هذا القبيل. هذه أولا. النقطة الثانية التي تكلمتم عليها بالنسبة للجانب الاجتماعي للدولة الجزائرية، بطبيعة الحال فعندما يكون اقتصاد السوق دائما معروف أن فيه خلل، الخلل مرتبط بالجانب الاجتماعي يخلق لا عدالة في بعض المداخيل، لا عدالة في توزيع مناصب الشغل وغيرها، ولذلك فوجب تدخل الدولة في هذا الاتجاه. وبلغة الأرقام شفنا اليوم أن حقيقة هنالك مجهود كبير سواء بالنسبة إلى قطاع الوظيفة العمومي من جهة، سواء من جهة أخرى بالنسبة للاقتصاد الوطني.
لان باش نعرفوا بان عندما يكون الاقتصاد الوطني تكون يعني مبادرات الدوله عن طريق الانفاق العام اولا راح يخلق هذه المراصب التي تخلق، معناتها هو الطالب اضافي بالنسبه للاقتصاد الوطني والذي سيقابله بطبيعه الحال عروض عمل بالمقابل. مثلا اذا كان الانسان عنده مداخيل اضافيه تنفق في الاقتصاد الوطني معناتها بلي راح يستعمل خدمات، معناتها يشتري مواد غذائيه، معناتها يكون عنده نقل والى اخره، معناتها بلي حيخلق مناصب شغل في جهات اخرى. وهذا ما لمسناه في طبيعه الحال عند خلق الارقام التي سمعناها، لانه يتكلم على اكثر حوالي 200 وتقريبا 240 الف منصب شغل في القطاع الاقتصادي سواء في القطاع العمومي او الخاص. ولكن هذا اظن انه ليس مرتبطا فقط بهذا الانفاق العام في مجال يعني الانفاق العمومي، ولكن كذلك في اطار تحسين مناخ الاعمال بصفه عامه، هذه من جهه، لان تحسين مناخ الاعمال معناته يحفز على العمليه الاستثماريه ويخلق تلك المناصب التي اتفق عليها. كذلك اظن انه عمل، ممكن الاستاذ افضل مني بما انه يتكلم، هم عندهم منظومه يعني اصبحت اكثر عصريه تستعمل فيها اكثر رقمنه، والتي تسامحت كذلك بايجاد حلول التي تتوافق مع مستلزم متطلبات الاقتصاد. مثلا بالنسبه الى طالبي الشغل الجدد او يعني اللي عندهم منحه البطاله، فان ذلك التكوين الذي ياتي مع تحويل البطاله يدفع بطبيعه الحال. هذه نقطه استراتيجيه اليوم، دعني اتوقف مع الاستاذ بوضياف عند هذه النقطه، استحداث هذا الجهاز، جهاز منحه البطاله وتحويل المستفيدين من طالبي للشغل، تكوينهم الى فعلا عناصر منتجه في مختلف القطاعات. صحيح، كما تفضل الأستاذ، أولا نذكر فقط أن هذه المنحة تم وضع لها أرضية رقمية تعمل بصفة آنية وآلية، وهي مربوطة مع مجموعة كبيرة من القطاعات حتى يتمكن قطاعنا وقطاعات أخرى من تحديد احتياجات سوق الشغل وتوافقها مع التكوين وفق متطلبات كل منطقة. تعرفوا أنه من مستفيدين من منحة البطالة هم ملزمون، خاصة من ليس لهم يعني تكوين أو تأهيل، على متابعة التكوين على مختلف مراكز التكوين المهني. وتم ربط كل هذه المراكز بأرضية رقمية مربوطة مع قطاعنا الوزاري، وتم تطويرها من طرف مهندسي الوكالة الوطنية للتشغيل حتى يسمح بتحديد احتياجات كل منطقة واحتياجات سوق الشغل من كل التأهيلات التي يمكن أن يوفرها سوق الشغل للدفع بالتنمية وخلق الثروة. وهذا عنده علاقة مرتبطة كذلك باتساع قاعدة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. كما تعرفوا أن صناديق الضمان الاجتماعي على غرار صندوق التقاعد الوطني كان في سنة 2021 يعرف عجز 645 مليار دينار جزائري. اليوم بفضل هذه الديناميكية، بفضل اتساع قاعدة الاشتراكات، هذا العجز نزل إلى غاية 420 مليار دينار جزائري، تقريب 220 مليار دينار جزائري، وعدد يعني هذا يعني مبلغ هائل تم يعني تداركه من العجز. وهذا بفعل خلق الثروة. ولهذا دائما احنا كقطاع، قطاع عرضي، دورنا هو المساهمة في ضبط سوق الشغل، ولكن الديناميكية الاقتصادية هي اللي من شأنها خلق الثروة وخلق مناصب العمل. جيد. والتي نشهدها بما تفضل به الأستاذ، خاصة بتحسين المناخ، مناخ الاستثمار، وربط مختلف قواعد البيانات. قطاعنا الآن من يعني من القطاعات التي أصبح من يوميات المواطن في استعمال كل يعني الأدوات والبرامج الذكية على مستوى الهاتف أو على مستوى النت. وهذه يعني هذا الربط وهذه المتابعة اللي سمحت أنها تعطي صورة حقيقية للمشهد الاقتصادي الوطني. وكل هذه الإجراءات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية والتي كان يعني ضمن التزامات 54، خاصة يعني من شقها الاجتماعي، كان لها بعد نظر يتعلق أساسا بدفع وتيرة التنمية ورفع من طلبية الاقتصادية لتحريك عجلة التنمية، وهذا ما نشهده الآن
وننتظر منه الكثير إن شاء الله في المستقبل. جيد، والحصول على منصب عمل قار وطموح كان المطلب، مطلب عديد الشباب عبر كل ولايات الوطن، استحداث هذا الجهاز، جهاز منحة البطالة، تكوين هؤلاء الشباب ومن ثم تنصيبهم في مناصب عمل قارة ودائمة. النموذج مع الزميلة نسيمة قجيل في هذا الروبورتاج هو بورتري لسيدة من وردلة، السيدة شيماء حجاج، التي تمكنت من التوظيف بعد استفادتها من منحة البطالة. السيدة شيماء حجاج حالها كحال الشباب المستفيد من منحة البطالة، بالنسبة لها المنحة تعد إضافة إيجابية في مسارها. بعد تطبيق برنامج منحة البطالة سجلت في الأرضية الرقمية، الآن أنا مستفيدة من منحة البطالة الحمد لله، عاونتنا في قديش من حاجة سهلتها لنا، في كل شهر أنا نهز في 1.5 مليون والحمد لله. تقربت من الوكالة الوطنية للتشغيل بورقلة، فخطوة الاستفادة من منحة البطالة تعد تمهيدا لخطوة مهمة مقبلة، وهي الحصول على منصب عمل دائم. وراني نتقرب من الوكالة من أجل الحصول على عمل، مع أني متحصلة على دبلوم تقني سكرتالية، ونتمنى نخدم في المستقبل، ونتمنى ثاني اللي عندهم دبلوم كما أنا ثاني أنهم يتحصلوا على العمل. وتطمح هذه السيدة بعد استفادتها من منحة البطالة إلى الاستفادة من منصب شغل قار يتلائم مع مؤهلها الدراسي. وهذا حال العديد من الشباب الذين استفادوا من هذا الجهاز أستاذ بخاري، واليوم تمكنوا فعلا من أن يحصلوا على وظيفة، ومنهم من تحول هو إلى خالق للثروة في المجتمع في كل الولايات. نتحدث عن الولايات الجنوبية، عن الولايات المستحدثة الجديدة، عن الشباب وطموحهم اليوم في ظل هذه الأرقام الكبرى، ونحن في دخول اجتماعي سنة جديدة. سيد بخاري، اولا يعني كما سمعنا الانسه هذه في الريبورتاج، فانا تكلمت على الامن الوظيفي. يعني الانسان يعني عندما يتحصل على مش مجرد الحصول على وظيفه، لانه دائما الانسان يتجنب الهشاشه، لانه الانسان في حياته اليوميه يبحث على الاستشراف، معناته انه يتوقع تكون له عائله، مداخيل، يبني مسكن والى اخره، وبالتالي يحتاج الى وظيفه تكون قاره، اولا مفتاح قارة من جهة، أولا كلمة بارك الله فيك، ولكن ثانيا سمعنا كما قالت الأنسة باش نكون دقيق في الكلام اللي تكلمت عليه، قالت بلي أنا يتماشى مع مهاراتي ومع كفاءاتي، معناتها الإنسان يحتاج إلى وظيفة قارة، وحتى يكون يعني العمل يعني عنده بعد السيكولوجي وبعد مهم جدا، يجب أن يكون يتماشى مع حاجيات أو كفاءات ذلك المرء، وأظن هذا هو يعني الشيء الإيجابي في هذه منحة البطالة، أنها تعطي ذلك الوقت اللازم للإنسان حتى لا يذهب إلى القطاع الموازي أو إلى عمل غير قار أو غير مستقر أو يعني فيه ليست فيه الشروط الملائمة، وبالتالي يقع في دوامة يعني مغلقة أو في حلقة مفرغة التي لا تجعله السنين تمر وهو لا يستطيع أن ينظم حياته بتلك الطريقة التي يريدها، وبالتالي فهذه المنحة ليست لها فقط أن إعطاء الدخل المناسب بالنسبة إلى البطال، ولكن كذلك تسمح له من خلال التكوين ومن خلال ذلك الدخل أن يهيئ نفسه ليدخل علم عالم الشغل عن طريق الباب الواسع والحصول على ذلك تلك الوظيفة اللائقة، والتي في آخر المطاف ستخدم الاقتصاد الوطني، لأننا كل واحد فينا كإنسان فينا، كل جزائري وجزائرية له كمون، وذلك الكمون يعني يتم تفعيله إلا وإذا فقط كان ذلك الشخص في ذلك المكان الذي يناسبه، وهذه من مزايا هذه المنحة، ولذلك ننتظر الكثير خاصة في هذه الولايات الجديدة المستحدثة، والتي أنا شخصيا متأكد أن لها يعني كولايات لها كمون كبير، وشفناها مثلا أعطوك أمثلة، عندما كانت واتسوف كانت عندما استحدثت كولاية جديدة، يعني اليوم شوفوا واتسوف في مجال الإنتاج الفلاحي ما شاء الله عليها بارك الله، وبالتالي ننتظر نفس الشيء بالنسبة للولايات الأخرى العشرة هذه المستحدثة، والتي من خلال رأس مالها البشري وهذه نموذج لرأس المال البشري تستطيع أن تعطي الديناميكية بالنسبة محليا ولكن كذلك لما لا وطنيا. 57% من مجموع التوظيف كان في القطاعات المنتجة سيد بوضيف، نتحدث عن قطاع الصناعة، الفلاحة والأشغال العمومية. صحيح،
ومن مجموع هذا السنة تم يعني مؤشرات الوكالة الوطنية للتشغيل من حيث التنصيبات، واللي نذكر مقارنة بنفس السنة الماضية ارتفاع في التنصيبات أكثر من 27% وفي عروض العمل أكثر من 38%، لأن التنصيبات ما زالت جارية. تمثلت أساسا في 43% في مجال الخدمات و 35% في الصناعة و 19% في البناء والأشغال العمومية. كما تعرفوا أنه فيه مهن جديدة يعني ظهرت الآن مع التكنولوجيات الحديثة وهي مولوعة بها الشباب أكثر، خدمات الإلكترونية، ولهذا يعني قطاع الخدمات عرف انتعاش وعرف نشاط يمثل 43% من التنصيبات المحققة هذه السنة. وكذلك القطاع الاقتصادي جاب يعني مباشرة، هذا دليل على أنه فيه انتعاش اقتصادي وحركة ديناميكية اقتصادية نأمل أنها تزيد تكبر كما تفضل الأستاذ مع الولايات الجديدة المستحدثة وكل النشاطات التي تم بعثها، يعني الإعاقات والعراقيل البيروقراطية التي كانت تعيق الكثير من المؤسسات واللي الآن عودت انطلقت في النشاط تاعها، ننتظر منها كذلك يعني نشاط كبير. نذكر أنه في الندوة سيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تكلم على 10,000 مؤسسة تم يعني انخراطها جديدة في الضمان الاجتماعي ناهيك على المنخرطين يعني السابقين. هذه كلها مؤشرات يعني تدل على أنه رانا في الطريق الصحيح وأنه فيه ديناميكية. نذكر كذلك بما أنه نتكلم عن العمل اللائق، المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي اللي كانوا يتقاضوا يعني الجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي كانوا يتقاضوا 5400 دينار جزائري شهريا، تم إدماجهم يعني أكثر من 175,000 في هذا الجهاز تم إدماجه على مختلف الهيئات والمؤسسات الإدارية، وبمجموع أكثر من 541,000 مستفيد بين الجهازين لتدعيم الإدارة العمومية وكل المرافق العمومية لإعطاء أحسن خدمة للمواطن ومحاربة ومجابهة البيروقراطية ناهيك عن استعمال التكنولوجيات الحديثة والأنظمة المعلوماتية في كل هذه الجوانب. إلى البعد الاجتماعي أستاذ بخاري، النظرة أو الرؤية الاقتصادية الجديدة لعملية التوظيف في كل القطاعات فيما يتعلق بخلق الثروة وتثمين أيضا الإمكانيات الفلاحية الصناعية الاقتصادية في كل ولاية، كيف يمكن أيضا لهذه الأرقام أن تعكس هذه الإيجابيات؟ كما قلنا، شوف دائما الشغل عنده بعدين، عنده بعد اجتماعي بطبيعة الحال، لأن كما قلت لك أن الشغل هو من أمن الشخص، وبالتالي كل شخص يبحث على أن يكون بطالا، يكون له شغل منصب شغل وأنه يقوم بتنظيم حياته، هذه من جهة. ولكن له كذلك البعد الثاني هو بعد اقتصادي، لأنه يسمح بخلق الثروة، وكذلك كيقولوا خلق الثروة ليست فقط من خلال نفقاته أو من خلال مساهمته كمورد بشري في المؤسسة، وإنما كذلك قد يتحول مع الوقت إلى صاحب أفكار الذي قد يجسدها من خلال مشاريع. وبالتالي ففي كل كما قلت لك، فإحنا في الاقتصاد نقول أن كل شخص له يعني مقدرات وكمون خاص به، وعبقرية يعني المنظومة هي أنها تخرج تلك الكمون ليسمح حتى يمكن له أن يفعله في الاقتصاد وفي المجتمع بصفة عامة لترقية الاقتصاد الوطني. ولكن فقط إذا سمحتي لي، ما أثار انتباهي اليوم في هذه الندوة ليس فقط لغة الأرقام، وإنما لغة الجودة كذلك، النوعية، لأنه استعملنا شفنا مثلا بالنسبة إلى وزارة التربية عندما أعطت بعض الأرقام كانوا أرقام مهمين، عندما تقول لك أن تم توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية، وكنا كان تعقيب من وزير الاتصال قال أن مثلا في الجزائريين مثلا في الخارج عندما يذهبوا إلى ندوات أو يذهبوا إلى محاضرات فإنهم عائق اللغة لا يسمح لهم أن يفرضوا نفسهم بالطريقة التي نريد أن تكون، وبالتالي فهذا أمر مهم.
كذلك نتكلم مثلا عن التربيه المدنيه، اهميه انا اول مره نوظف يعني اساتذه التربيه المدنيه وهم اساتذه يعني مختصين، ليست اساتذه اللغه العربيه التي يقوم بتدريس ماده الرياضه، وبالتالي ستسمح باستكشاف المواهب الجديده بتلقين الرياضه بالطريقه الصحيحه بالنسبه لاطفالنا، وهذا مهم جدا بالنسبه الى الصحه العموميه وبصفه عامه، ولكن كذلك بالنسبه الى بروز غدا رياضيين من المستوى العالي الذين يبدأون بطبيعة من الحالة من المدرسة. كذلك سمعنا بالنسبة للتعليم العالي عندما قال تكلم على المختلف المدارس العليا التي في مجال يعني الروبوت يعني الأنظمة المستقلة وفي نانو تكنولوجيا وغيرها التخصصات الجديدة والتي كذلك تخدم الاقتصاد الوطني نفس الشيء بالنسبة للتربية بالنسبة للرياضيات، لأن كما قال الأستاذ أعطى أرقام مهمة جدا بالفعل لازم نقراها ونسمعها مليح. عندما يقول لك النصيب تاع الصناعة في المناصب الجديدة، معناتها هنالك توجه واضح لاقتصادنا نحو التصنيع، والتصنيع ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى التكنولوجيا، يحتاج إلى الرياضيات جيد. وهذه المواد إذن إلى اللغة التواصلية الجديدة من خلال هذه الندوة. نضيف أيضا ذلك الانسجام والتكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الكبرى التي تطمح لها الجزائر. الأهداف الكبرى هي برنامج السيد رئيس الجمهورية. بين رئيس الجمهورية وقال تكلم عليها الأستاذ كلمة هي البرنامج 54 ما بند والذي فيه التزام والذي هو متكامل، والهدف منه أنه كيف تصبح الجزائر الجديدة دولة تكون عظيمة كما أرادها لنا شهداءنا الأبرار. وعلى هذا الأساس تمر على مجموعة من الإصلاحات والتي هي متناغمة ومتماسكة تهدف في طريق واحد هو تحقيق التنمية، ولبلوغ هذه الأهداف وجب أن تكون لغة واحدة لدى كل الوزراء، وهذا اليوم ما سمعناه، وكانوا دائما يشيدون بقرارات السيد رئيس الجمهورية بمعنى هو ذلك القائد الحقيقي الذي يوجهنا كلنا نحو ذلك المبتغى الأساسي، وهو أن تكون دولة قوية من حيث فعالية الاقتصاد الوطني، من حيث نجاعة الاقتصاد الوطني، معناتها الاستعمال الأمثل للموارد الاقتصادية. وعندما نتكلم على التشغيل، لأن الإنسان هو مورد بشري، وبالتالي يجب أن نستعمله أحسن استغلال، وهذا هو النجاح الاقتصادي. وفي إطار دائما تثمين هذه المبادرة، هذه الندوة التي بدرت إليها وزارة الاتصال التقييمية اليوم في قطاع التوظيف، كيف لهذا القطاع اليوم أن يخلق هذه العلاقة الديناميكية انطلاقا مما تابعناه اليوم؟ مشاركة أربع قطاعات مهمة، أرقام مهمة، مشاركة وسائل الإعلام، ممثلي مختلف وسائل الإعلام بشكل كبير أيضا، نقاش جاد، كيف يمكن تثمين كل هذا من أجل نظرة مستقبلية أكثر واقعية وفعالة بالنسبة لقطاع التشغيل سيد بوضيان؟ صحيح، فقط تكملة في فكرة الأستاذ، لأنه فكرة منسجمة و يعني عندها بعد كبير. أذكر فقط أن كل هذه القرارات جت في ظرف خاص دولي وبعد جائحة، وهي قرارات سيادية، لأنه هذه القرارات كانت تهدف أساسا لإعطاء مكانة وصون كرامة المواطن قبل كل شيء. حقيقة احنا يعني هذا حتى داخليا بيناتنا نحكيو هذا الجانب، هذا انه نعملوا كثير ولكن ما نروجوش العمل تاعنا وما نبرزوهش. هذا ممكن من طبيعة كذلك الجزائري، يعني انه يحب يخدم ولكن التواصل هام جدا، لانه رانا في ظرف خاص، وكذلك لا نترك المجال لأطراف أخرى تبرز مؤشرات أخرى غير حقيقية. ولهذا أظن كانت سانحة هذه الندوة بتواجد كل رجال ونساء الإعلام، يعني لتنوير الرأي العام أولا، للتواصل، تحديث كل المعطيات، وكذلك كقطاعات تزيد تجسد هذا الترابط والتلاحم والتنسيق بين مختلف القطاعات، لأنه حقيقة عجلة التنمية هو عمل كل القطاعات بتنسيق تام وتحت قيادة رشيدة لسيد رئيس الجمهورية. دائما نتوقف مع الأرقام التي قدمت خلال هذه الندوة، أكثر من 36 ألف مشروع استثماري حسب ما جاء في مداخلة وزير الداخلية والجماعات المحلية في مختلف ولايات الوطن. أستاذ بخاري، بعد عملية رفع العراقيل، بعد عملية تقليل الإجراءات البيروقراطية والإدارية، بعد عملية إعطاء صلاحيات أكبر للجماعات المحلية من أجل تثمين الاستثمارات في كل مناطق الوطن، نسمع اليوم 36 ألف مشروع. نعم، هذا دليل قاطع على أن
كل الإصلاحات التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية اليوم تعطي أكلها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. فقط أنا أظن كذلك السيد وزير الداخلية يتكلم كذلك على أنه هناك بعض النصوص التي سوف تظهر والتي سوف تعطي أكثر ديناميكية للاقتصاد الوطني، وهذا ما ننتظره. هذا يعني أن هذه الأرقام الإيجابية اللي قدمها الأستاذ هذه مع بداية التفعيل، ناهيك عندما كل هذه المشاريع ستفهل، ناهيك عندما كل المشاريع الموجودة على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار في اللي موجودة بالألاف، كيف أنها سوف تخلق هذه المناصب الشغل وعندما ومؤسسات. وهذا معناته أن هذا الإيجاب فيها ليس فقط في العدد ولكن في الديناميكية، لأنها يعني كما يقولون في الاقتصاد العرض يخلق الطلب على نفسه، معناته أن كلما زادت عدد المؤسسات كلما زاد عدد التوظيف كلما الحركية الاقتصادية تسارعت وكلما زاد الإنتاج في الاقتصاد الوطني وبالتالي زادت المؤسسات في الاقتصاد الوطني. وبالتالي هذه الأرقام جد مشجعة، وإن شاء الله فقط احنا نتمنى يعني بعض النصوص التي بقيت، وإن شاء الله السيد رئيس الجمهورية وعد في نهاية أكتوبر إن شاء الله سوف تظهر هذه النصوص خاصة المتعلقة بالعقار، إن شاء الله عندما تكون راح تكون تلك يعني تتسارع فعليا إلى أبعد الحدود ونشوفوا نتائج مبهرة السنة القادمة بإذن الله. هي إذن رؤية متكاملة واستراتيجية منسجمة أيضا بين كل القطاعات. بعد التقييم اليوم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمام عدة رهانات، كيف هي الفترة المستقبلية من أجل ضمان هذه الأرقام وتحقيق المزيد سيد بوضياف؟ شكرا. في الحقيقة هو يجب أن يكون يعني عمل متكامل ومستمر خاصة، وكما أكدت أنه إحنا كقطاع عرضي يعني مع كل هذه المؤشرات وكل الإجراءات والتي تسهم من يعني ضبط سوق الشغل وإعطاء دفع لسوق الشغل خاصة فيما تعلق بموافقة التكوين مع التشغيل، لأنه أمر مهم جدا مع مخرجات التكوين اللي هي التربية الوطنية التعليم العالي والتكوين المهني. هذا كله من شأنه أنه يعني التنسيق بين مختلف القطاعات واستباق يعني الانتيسيباسيون، يعني من خلال استعمال الأنظمة المعلوماتية اللي راح تسمح أنه نلبي حاجيات سوق الشغل في وقتها وفي حينها وبالتخصصات المطلوبة. لهذا كله من شأنه أنه راح يزيد يساهم في دفع بوتيرة التنمية وتوسيع قاعدة الاشتراكات وتحسين الصحة المالية لصناديقنا لضمان، لأنه منظومة الضمان الاجتماعي منظومة تضامنية بين الأجيال تسمح للأجيال القادمة للعيش في رفاه في بلد ضحى من أجله أكثر من 1.5 مليون شهيد. وهذه أمانة يعني على رقابنا ككل، يجب أن نعمل سويا برفع التحدي وتصبح الجزائر شامخة بين الأمم. يعني هذا هو منظورنا، ونحن بتواصل، لأنه هذه الندوة أظن أنها بداية ستكون يعني متبوعة بلقاءات أخرى إن شاء الله، وتكون لنا فرص أخرى للتواصل مع كل وسائل الإعلام لإبراز ويعني إعلام الرأي العام في كل هذه المواضيع وكل هذه المؤشرات التي نتمنى أن تكون دائما إيجابية إن شاء الله. نعم أستاذ بخاري، اليوم قطاعات استراتيجية في ندوة تقييمية إعلامية، هل ترون أنه من الضروري المحافظة على هذا التقليد بالنسبة لقطاعات أخرى مستقبلا؟ بطبيعة الحال قلت لك أن أولا لازم نذكر أولا المبادرة هو السيد رئيس الجمهورية عندما في لقاءاته مع الصحافة كل مرة يعني ينور المواطن والرأي العام بمستجدات الدولة الجزائرية. اليوم نفس الشيء فقط في إلى مستوى أقل، يعني هو مستوى الوزراء يعني هم أصحاب عندهم معلومات على قطاعات والتي يعني ينورون كل واحد في مجاله أن ينور أكثر ويسمح أكثر لعدد أكبر من الصحفيين لطرح الأسئلة. وهذا ما سمعناه اليوم، لأن كانت صراحة يعني حتى أن للصحفيين انتهت الأسئلة في الأخير ويعني كل أجوبة كانت موجودة. هذه أولا. ثانيا هذه بعض القطاعات التي وظفت اليوم، ولكن كذلك نحتاج إلى أن نعرف ما هي السياسات القطاعية وأدائها وأثرها على الاقتصاد الوطني سواء كانت في الفلاحة أو الصناعة أو غيرها من القطاعات، والتي أظن أنه كلما يعني كان هذا الحوار
وكان الاستاذ عشار قد تكلم على ان اليوم يعني ان ممكن نعمل ولا نتواصل، وكتعرفي بان الحروب اليوم الجيل الاخير هي حروب التواصل في اخر المطاف، وبالتالي عمليه التواصل عمليه مهمه تسمح لنا ليس فقط ان ننور ولكن ان نتحدث ونحاور بعضنا البعض ونتبادل الافكار، وبالتالي من هذا الحوار وهذا التبادل راح نخلق افكار جديده ونصوب انفسنا، لان الله سبحانه فقط معصوم الانسان راه ماهوش معصوم الخطا، وبالتالي يمكن دائما ان نحسن الاداء، لان كما نقولوا في الاقتصاد يعني دائما لا يوجد يعني المثاليه، ولكن دائما نسعى الى المثاليه ولذلك هذا يتم، وهذه اظن اداه من الادوات الاساسيه في هذا الاتجاه. في نقطه اخرى استاذ بخاري لو سمحت، فقط اهميه الحوكمه في تقديم المعلومه الصحيحه، وهنا اريد ان اشير الى الرقمنه تبعنا انه عده قطاعات وصلت الى تحقيق اشواط مهمه في مجال الرقمنه، وهذا ما يضمن صحه ودقه المعلومه والارقام والمؤشرات المقدمه. طيب اولا عندما تكلم عن الحكومه هي اليوم قلت لك انا بتكريس مبدا الحكم الراشد، مبدا تكريس الحكم الراشد هو اننا من بين اهدافه الحكم الراشد اننا نلبي سريعا حاجيات المواطن، وحتى نلبي حاجيات المواطن يجب فقط اولا اعلام ولمعرفه ما هي حاجياته، ولكن كذلك ما تفضلتي استعمال اداه الرقمنه اللي هي وسيله لتسريع وتحقيق النجاعه في هذا المجال. واظن ان الاستاذ في القطاع تاع العمل والتشغيل هما من بين القطاعات التي يعني راحت بعيد فيها في هذا الاتجاه، وانا اشوف اليوم النتائج بما ان الاستاذ عنده ارقام دقيقه وارقام حديثة يعني، وهذا يدل على أن استعمال هذه الأدوات لم يصبح خيارا وإنما أصبح يعني شيء يعني مفروض عليه. اليوم الرقمنة هي حتمية من أجل ضمان صحة ودقة كل الأرقام المقدمة خاصة في هذا القطاع الاستراتيجي سيد بوضياف. صحيح، ولهذا في برنامج قطاعنا الوزاري يعني هذا الجانب أخذ حصة الأسد، يعني خاصة أنه كل الخدمات المقدمة للمواطنين والشباب هي خدمات رقمية وأصبحت من يومياته فيما يخص الضمان الاجتماعي، التقاعد، الوساطة في سوق الشغل، كذلك منحة البطالة وغيرها. كما أن السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعني من الرجال يؤمنون بهذا الجانب ويؤكدوا عليه دائما، ونسعى دائما الى تطويره. وننوه يعني وسمحوا لي من خلالكم اشكر يعني اطارات الوكاله الوطنيه للتشغيل لهذه السنه انه توجوا في لا سوسيتي مونديال دو لا سوسيتي دانفورماسيون في جنيف بتتويج بلقب من بين 5 بلدان في العالم على ارضيه رقميه تم تطويرها من طرف يعني مهندسي الوكاله الوطنيه للتشغيل، ونحييهم من خلالكم وكل عمال الوكاله الوطنيه وكل عمال قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي لي يعني رفعوا هذا التحدي، واصبحت الرقمنه يعني كما تفضل الاستاذ ليست خيارا بل يعني حتمية وضرورية لمواكبة العصر، وكذلك لإعطاء يعني مؤشرات حقيقية وآنية في نفس الوقت. جيد أستاذ بخاري، في باختصار شديد فقط ماذا بعد هذه الندوة في دقيقة، أقل من دقيقة؟ أظن نتحدث عن الاستشراف ربما. لا أظن النقطتين، أولا تنوير العام، وبالتالي فإن المواطن سيطمئن لأنه سيعرف ما هي الحقائق وما هي المجهود التي ستتم، وأظن أنها ستسمح كذلك باستخلاص بعض العبر من كيف الندوة جرت، ما هي الإيجابيات وكيف نثمن نتائج هذه الندوة، حتى عندما تكون في الندوات القادمة ستسمح لنا بأن نكون دائما أحسن من، وهذا هو الهدف الأساسي. أشكرك جزيلا الأستاذ محمد بخاري على الحضور وعلى كل هذه التفاصيل والإيضاحات. سيد بوضياف ابقى معي، أعود إليك بعد قليل. مشاهدينا، يرفع على مسامعنا الآن أذان صلاة العصر لمدينة الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر المغفرة والثواب. نعود إذن إلى البلاطو دائما حول الندوة الوطنية اليوم، الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف دائما مع قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ينضم إلي في البلاطو المدير المركزي بالوكالة الوطنية للتشغيل السيد فيصل العرابي. سيد العرابي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيدتي. الوكالة الوطنية للتشغيل هي من أهم حلقات إنجاح سياسة القطاع، قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أكثر من 333 ألف عرض عمل مسجل خلال هذه السنة في عمل لدى الوكالة. هذا من بين الأرقام المهمة التي قدمت اليوم حول عمل نشاط وحصيلة الوكالة بلغة الأرقام. أكيد سيدتي، حوالي أكثر من 333 ألف عرض عمل مسجل على مستوى الوطني من خلال تسجيل عروض عمل في 274 وكالة محلية متوجهة على المستوى الوطني، تعمل على استقبال طالبي العمل وخاصة كذلك عريضي العمل، وتحاول بجهد كبير أن تقوم بتلبية هذه العروض. نلاحظ في الرقم المقدم أنه يمثل حوالي 38% بالنسبة لنفس الفترة لسنة 2022، وهذا ما يدل على النشاط المتواجد على مستوى الملحقات المحلية، وهذا يدل كذلك على فيه أنه نوع من الانتعاش الاقتصادي من خلال المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة التي تقوم بتقديم احتياجاتهم في مجال التوظيف. عدد آخر هام كذلك وهو نسبة التوجيهات كذلك لتلبية هذه العروض، وحوالي 779,934 طالب عمل قمنا بتوجيههم لتلبية هذه العروض، اللي لحقت حاليا إلى حوالي 75% منها عروض عمل
ملبات والبقية في إطار التلبية من خلال التوجيهات. وننتظر فقط أن المؤسسات المستخدمة ترد لنا على الطلبات الموجهة لهذه لتلبية هذه العروض. جيد. سيد بوضياف، بناء على هذه الأرقام، كيف هي العلاقة اليوم الوكالة مع الشريط الاقتصادي، خاصة في استقبال عروض التوظيف، في أن تكون فعلا هذا الجهاز يكون فعلا هو الحلقة الأساسية من أجل التوظيف في كل القطاعات تقريبا؟ أولا أذكر أنه من جانب التشريعي من خلال القانون 19/04/19 كان فيه جانب يتعلق بتسهيل كل هذه الإجراءات من خلال معالجة عروض العمل في غضون 5 أيام بعد ما كانت 21 يوم، لأنه الفعل الاقتصادي لا يمكنه الانتظار، والمتعامل الاقتصادي ينتظر فعالية في معالجة طلباته. هذا من جانب. من جانب الأهم أنه من خلال الأرضية الرقمية الوسيط، والذي نحن الآن يعني في الرتوشات الأخيرة للمرور إلى وسيط 2، واللي عرف نجاح كبير هذا النظام المعلوماتي الذي يتعلق أساسا ويعنى بجانب الوساطة بين عارضي العمل وبين طالبي العمل. الآن عروض العمل يمكن إيداعها عن بعد، إيداع عروض العمل ومعالجتها عن بعد. والإيداع والمعالجة عن بعد، سنتوقف عند هذه النقطة، سنعود والتسجيل كذلك لطالبي شغل وتجديد تسجيلات عن بعد، سنعود بعد قليل من أجل تفاصيل أكثر. الآن مشاهدينا تمام 4 بتوقيت الجزائر، نتابع هذه النشرة الإخبارية المفصلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية تتابع الجزائر بقلق شديد تطورات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل. وتدين الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الإنسانية ومراجع الشرعية الدولية. وفي هذا السياق تجدد الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية. كما تجدد الجزائر قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي، وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآس يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 198 شهيدا و1610 جرحى، وضع أكد بشأنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيونية. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في كافة المستشفيات لمواجهة عدوان الاحتلال على غزة. تطورات الوضع يرصدها لنا مراسل التلفزيون الجزائرية من غزة وسام أبو زيد. على وقع أصوات الصواريخ والقذائف تجاه مستوطنات الاحتلال، أعلنت المقاومة الفلسطينية عن عملية طوفان الأقصى ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وانتهاكاته المستمرة بحق المعتقلين.
اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني بل والعربي والإسلامي عبر هذه العملية العسكرية التي أطلقتها كتائب القسام من قطاع غزة للرد على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وبحق الأسرى وبحق شعبنا في الضفة الغربية، هذا حق مشروع. أما على الأرض فتمكنت عناصر المقاومة من الوصول إلى العديد من المستوطنات والمعابر التي كان يتحكم فيها الاحتلال واجتازت الحدود وقتلت وأسرت عددا من الجنود والمستوطنين. في المقابل قصف الاحتلال عدة مواقع من بينها مستشفيات وسيارات إسعاف أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين. نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني في المقاومة الفلسطينية وندعو إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وأيضا تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وأن يكون هناك توسيع للضربات في كل الساحات وفي كل الميادين. وما إن سيطرت المقاومة الفلسطينية على الحدود الشمالية والشرقية لغزة رصدت عدسة التلفزيون الجزائري حجم الدمار الذي طال مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية وفرحة الفلسطينيين بنجاح عملية المقاومة العسكرية. دخلت النصرة من الله يا رب، النصرة يا رب محوطين بأسماء الله الحسنى والنصرة بتيجي من الله. ومع تصاعد أعمدة الدخان في أجواء غزة فإن الأحداث على الأرض في تصاعد مستمر أيضا، وذلك يؤكد على استمرار المقاومة الفلسطينية بعملياتها العسكرية والتي بدأتها من أجل الأقصى. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. والتغطية لا زالت متواصلة مع مراسلنا وسام أبو زيد من غزة. في موضوع آخر، أشرف اليوم وزير الاتصال محمد العقاب بالمركزية العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلعكم بالعاصمة الجزائر على افتتاح ندوة إعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات بمشاركة وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهذا بحضور وزرائي القطاعات المعنية. الندوة تهدف إلى إيصال المعلومة الخاصة بعمليات التشغيل التي حققت مجهودات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات. وزير الاتصال أكد بالمناسبة أن الندوة تندرج في إطار اللقاءات التي جمعته مع مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامية بهدف التحصيل المعلوماتي وتحليل عمليات التشغيل التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة. وأن هذه الندوة تعد مناسبة لوزراء القطاعات المعنية لتقديم الأرقام الحقيقية التي تعكس الواقع، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تحققت في ظل بيئة دولية متوترة بسبب جائحة كورونا. اليوم الموضوع الأساسي هو التشغيل. لماذا التشغيل؟ لأن الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون حققت يعني مجهودات جبارة، ربما لو تقولها يعني لأي واحد خارج الجزائر ربما ما يصدقهاش، مجهودات جبارة في مجال التشغيل، ولكن بكل أسف ظلت مخفية يعني لدرجة أنه لا يوجد أي جهد في هذا المجال. لذلك اليوم السادة الوزراء سوف يتكلمون بالأرقام، الأرقام الحقيقية، الأرقام الصادقة والتي يعكسها الواقع. عندما تستمعون لهذه الأرقام في بيئة عالمية وإقليمية متوترة، خاصة بين 2020 و2023، كورونا، الحرب في أوكرانيا، تأثر سوق الصرف وغيرها من الصدمات الاقتصادية، البنك الدولي قبل يوم 5 أكتوبر يقول أنه حوالي 5 مليون تأثروا بهذه الصدمات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا الوقت الجزائر تنجز ما يعجز عن صديقه العقل.
وخلال الندوة تطرق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب إلى جهود الدولة في التكفل بملف التشغيل ضمن التزامات رئيس الجمهورية التي تجلت في عملية الرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية ومجابهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والصحية، مضيفا أن الأجور عرفت 4 زيادات متتالية مست 2,800,000 مستفيد بأثر مالي يقدر ب 560 مليار دينار جزائري. تم اتخاذ عدة قرارات لها صلة مباشرة بتعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتم التكفل بجميع تقريبا جميع فئات المجتمع من الأجراء والمتقاعدين والمتقاعدين ذوي الدخل الضعيف وفئة الشباب التي كانت في جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، وكذلك استحداث جهاز اللي هو جهاز البطالة. وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بدوره أكد أن رئيس الجمهورية أولى أهمية قصوى لتحسين الخدمات في الجماعات المحلية وخاصة في الولايات المستحدثة، وقد شهد القطاع ثورة في عمليات إعادة الإدماج والتوظيف، وأن أكثر من 36 ألف مشروع استثماري جديد تم إطلاقه على المستوى الوطني. هذه السياسة تاع التوظيف ككل مرجعها، أو قال سي محمد العقاب وقال سي فيصل مرجعها أولا بيان نوفمبر الذي جعل من المواطن العنصر الأساسي لمجتمعنا، والذي يريد السيد رئيس الجمهورية أن يؤكد عليه وكل خطاب إلا وتطرق إلى هذا. المواطن هو محور كل الاهتمامات، فكل ما نقوم به فيرمي إلى ترقيته، إلى ترقية الوسط الذي يعيش فيه، إلى تحسين أوضاعه. بالنسبة للتوظيف ككل راهي بالمئات الآلاف، ونطرقوا إلى بعض من الأرقام اللي قاموا بها السادة الوزراء واللي يمكن يزدوا إن شاء الله يزدوا يعطيوها، وحنا مستعدين باش نجاوبوا مع بعض الأسئلة. إذن كل هذه السياسات المحكمة التي تهدف إلى نظرة جديدة، إلى أسلوب جديد تبناه هو تبناه بالنسبة للاتصال الدائم مع أسرة الإعلام، إما في اللقاءات الدورية أو مثلا في المدة الأخيرة مع كل الصحفيين. إذن يبين ما نقوم به كلنا، وامتدادا لهذا الأسلوب لهذه الطريقة ما أقولها الحوكمة، إذن احنا رانا لابد كنا مقصرين، لابد أن نتصل معكم من حين إلى آخر. من جهته وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أكد أن قطاعه يشهد تحولات مستمرة بفضل الإجراءات الجريئة والسيادية للسيد رئيس الجمهور. المدرسة في برنامج السيد رئيس الجمهورية تحظى باهتمام كبير وبأولوية كبيرة وبرعاية وباهتمام وبمتابعة دقيقة، ومكتسبات المدرسة في برنامج السيد الرئيس عديدة وتاريخية وغير مسبوقة والأمثلة كثيرة. فكذلك المدرسة في هذه المرحلة وشأنها شأن كل الأنظمة التربوية في العالم، وبعد الخروج من الجائحة عادت بسرعة وبثبات وبرسانة إلى التنظيم العادي للتمدرس. وتفضل السيد وزير الداخلية بالقول بأن هذا الدخول المدرسي كان ناجحا، يبدو لي الأمر هو كذلك وأشاطره في هذا التقييم، والتقييم في بطبيعة الحال يأتي من غيرنا يكون بموضوعية، لكن على العموم تم الدخول بحمد الله في ظروف حسنة، في ظروف مطمئنة، في ظروف قارة ومستقرة، والتحق بالمدارس 11,145,598 تلميذ وما يقارب 1,000,000 موظف، يعني موزعين على ما يقارب كذلك 30,000 مؤسسة بين التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري أبرز أن رئيس الجمهورية أولى أهمية قصوى للجامعة التي يريد لها أن تكون قاطرة للتنمية المحلية والوطنية.
سنة 2023 عرفت حملة توظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراة بلغ عددها 8000 من غير الأجراء. لماذا غير الأجراء؟ هي حل استثنائي لوضعية استثنائية، وهي القضاء على البطالة في هاته الفئة من الجزائريين التي نعتبرها نخبة من الجامعيين التي ستساهم لا محالة في تطوير المجتمع علميا وتكنولوجيا اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا. إذن 8000 لحد الساعة وظفوا في مختلف الشعب بمختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية. هذا ليفتتح بعدها المجال لممثلي وسائل الإعلام لإثراء النقاش وطرح مختلف الانشغالات. ووفقا لهذا التوجه الذي اعتمدته الدولة في مجال التشغيل، عملية توظيف واسعة في قطاع التربية شملت الأساتذة والموظفين لمسايرة متطلبات القطاع على غرار أساتذة اللغة الإنجليزية والتربية البدنية الذين تم إدماجهم عن طريق منصة رقمية ذللت العراقيل وسهلت العملية، يقول محمد أبي إسماعيل. تماشياً مع الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية الوطنية، كان لزاماً توظيف قرابة 100,000 أستاذ في مناصب قارة ودمج 62,000 أستاذ متربص في مناصب أخرى، بالإضافة إلى توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية والتربية البدنية الذي بلغ عددهم 18,000 متعاقد في هذه السنة. سجلنا في المنصة وسنينا واليوم جينا الحمد لله بار كلاسمون كلش بالشفافيه من الان حتى كل ولايه واش عطاو لها النمبر تاع لي بروف بيان سور. كانت كما يقولوا بار كلاسمون خيرنا المؤسسات وسهلونا الحمد لله، يعني كل واحد عيطوا له بار كلاسمون عيطوا وسقسيوه وين حبيت تخدم تخير المؤسسه اللي حبيت تخدم فيها. الحمد لله والله الحمد لله. احنا استلمنا التعيينات تاعنا فيما يخص المدارس الابتدائيه اللي راح نشتغلوا فيها باذن الله. الحمد لله هذا جاء بعد تعب ومعاناه. الحمد لله اليوم بعد ما سجلنا في المنصة وكانت التعيينات بكل شفافية. الجديد في عملية التوظيف هذا الموسم هي فتح منصة رقمية سهلت عملية التسجيلات وطلبات العمل، فاتسمت العملية بالنزاهة والشفافية. عملنا على هذه المنصة عملا جماعي، هذا العمل كان عمل جماعي تشاركي، وخلال هذه العملية كان فيه تشجيع من اكبر او من اعلى هرم يعني في وزاره التربيه الوطنيه في عمليه التوظيف اعتماد صفر ورق، والحمد لله كانت العمليه ناجحه حيث مرت في ظروف جد حسنه وبشفافيه، وكانت هناك مساواه في ترتيب المترشحين الذين سجلوا عبر المنصه وفق معايير تم تحديدها، اول معيار جواريه، معول اقدميه في الشهاده، وكذا معيار السن. قطاع التربية استطاع كسب رهان توظيف آلاف الأساتذة في وقت وجيز وتدليل العقبات البيروقراطية للوصول لسياسة الدولة الرامية إلى دمج عديد المتخرجين ومن كل المستويات. انطلقت بجامعة عبد الرحمن ميرا بولاية بجاية فعالية الندوة العلمية حول موضوع ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر، دور مكمن الزنك لثالة حمزة بوادي أميزور. الندوة تجري بحضور كل من وزير الطاقة والمناج محمد عرقاب ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب إلى جانب الأسرة العلمية والمهنية في قطاع الطاقة والمناجم. الندوة تتناول بالنقاش الرهانات الاقتصادية والدور الإيجابي لاستغلال منجم الزنك والرصاص بثالة حمزة بوادي أميزور على غرار الاقتصاد الوطني، وكذا الطرق العصرية المنتهجة في عملية استغلال المنجم. جاء تنظيم هذه الندوة الوطنية العلمية
اليوم بعنوان ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر، دور مكمن زنك والرصاص تل حمزة ودميزور الذي يعد من أكبر الاحتياطات العالمية من هذه المواد الاستراتيجية. للتطرق لهذا الموضوع بكل شفافية وأمانة علمية، سيقوم المحللون للإجابة على كل التساؤلات والانشغالات المشروعة لساكنة المنطقة، كما أنه سيتم تسليط الضوء على مستقبل هذا المكمن بصفة خاصة وانعكاساته الإيجابية الاقتصادية منها والاجتماعية على المنطقة خاصة. إن الحفاظ على البيئة، على بيئة المنطقة، تعتبر مسؤولية تتحملها الحكومة بصفة كاملة، وذلك للتوفيق بين تنمية بلادنا وحماية بيئتنا واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونحن عازمون على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية لضمان المراقبة البيئية لهذا المشروع للتخفيف من الآثار على البيئة. أهمية هذه المواد زنك والرصاص حالياً في قطاع الصناعي العالمي، قطاع تحويلات هذه المواد تتطلب منا يعني تحكم واستعمال تكنولوجيا جديدة، لأن الاستعمال التكنولوجيات القديمة فاتها الزمن، باش خلينا نحافظ أولاً على جودة الإنتاج ونحافظ على حماية المحيط وحماية البيئة. في قطاع الري، وقصد الوقوف عند مدى تقدم الأشغال بالمشروع الخاص بربط محطة تحلية المياه بشبكات تحويل وتوزيع المياه بكاب جنات 2 بولاية بومنداس، عاين وزير الري طه دربال العديد من المشاريع، من بينها مشروع إنجاز الخزان المائي بسعة 50,000 متر مكعب، مشددا على ضرورة احترام آجال التسليم ومعايير الجودة. أكدنا على احترام أجل الإنجاز، كذلك على جودة الأشغال نتاع المشاريع هذه نتاعنا. المياه الموجهة للمواطنين الصالحة للشرب هي 25% من المياه المحلات. بعد دخول حيز الخدمة نتاع محطة كاب جنة 2 ترتفع النسبة إلى 62%. العاصمة كذلك اللي راح تستفاد حاليا 42%، بعد دخولها حيز الخدمة ترتفع إلى 82%. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائر الورشة التفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ومستشاري رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيس المجلس الأعلى للشباب، إلى جانب الجمعيات الوطنية والمحلية، خبراء وأساتذة جامعيين. الورشة تناولت 5 محاور هي المنظومة القانونية للمجتمع المدني في الجزائر، التدريب وبناء قدرات قادة المجتمع المدني، مكانة وموقع المجتمع المدني في التنمية المحلية، والشراكة والدور الإقليمي والدولي للمجتمع المدني الجزائري. مخرجات هذه المحاور سترفع في تقرير إلى السيد رئيس الجمهورية. في قطاع التعليم والبحث العلمي، افتتحت اليوم السنة الجامعية الجديدة لجامعة التكوين المتواصل التي تستقبل هذه السنة ما يقارب 60,000 طالب مسجل على مستوى مختلف كليات وجامعات الوطن. هذا ويعرف الموسم الجامعي الجديد استحداث تخصصات جديدة لفائدة الطلبة، تمنح لهم فرص ولوج عالم الشغل. بالنسبة للتخصصات أيضا، إضافة لتخصصاتنا الـ11 في طور الليسانس والماستر عن بعد، فتحنا 4 تخصصات جديدة في ميادين مختلفة تنحى منحى الجوانب التقنية، يعني التكوين التقني.
ذكر هذه التخصصات عندنا في ميدان العلوم والتكنولوجيا، عندنا في ميدان الهندسة المعمارية، وعندنا أيضا فيما يتعلق في ميدان العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير عندنا تخصص اللي هو إدارة المنظمات أو مانجمنت المنظمات، علاوة على تخصص آخر أيضا وهو أمن الشبكات. دوليا في المشهد السوري، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف أول أمس الخميس الكلية الحربية بحمص إلى أكثر من 123 ضحية وأكثر من 277 جريحا. هذا فيما يتواصل تشييع جثامين الضحايا على دفعات، حيث دعت وزارة الأوقاف كافة المساجد في البلاد إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا، فيما لم تعلن لحد الآن أي جهة مسؤولياتها عن الهجوم، في حين وجهت السلطات السورية أصابع الاتهام لتنظيمات إرهابية مسلحة. رياضة الآن، حيث كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الذي ينطلق اليوم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام منتخبي جزر الرأس الأخضر ومصر المقررتين يومي 12 و16 من الشهر الجاري. القائمة عرفت استدعاء اللاعبين غويري وبشير بلومي لأول مرة، قراءة في قائمة الخضر مع عبد العزيز بن سالم. القائمة ضمت 25 لاعبا بينهم لاعبان سيتقمصان ألوان المنتخب لأول مرة، وإن كان استدعاء مهاجم رانا الفرنسي أمين غويري متوقعا ومنتظرا بالنسبة للشارع الرياضي، إلا أن تواجد ابن أسطورة كرة القدم الجزائرية الأخضر بلومي في اللائحة فاجأ الكثيرين ربما، لكن المتتبع لمسيرة بشير بلومي يدرك المستويات الفنية الكبيرة التي يقدمها مع ناديه البرتغالي فارنسي. مقارنة مع اللاعبين الذين تواجدوا في آخر تربص للمنتخب الشهر الماضي، حافظ حراس المرمى الثلاث موندريا وزغبا وبنبوط على مكانتهم ضمن التعداد، كما فضل المدرب الوطني جمال بلماضي الاستقرار في الأسماء المستدعاة في الخط الخلفي في مؤشر واضح على تصوره لدفاع الخضر في المرحلة القادمة، خاصة كأس أمم إفريقيا مطلع السنة المقبلة في كوديفوار. في خط الوسط استبعد بلماضي اللاعب حماد عبدلي، وفي المقابل شهدت اللائحة عودة الهداف التاريخي للمنتخب إسلام سليماني في ظل الأداء الذي يقدمه مع ناديه الجديد كورتيبا البرازيلية، بينما غاب مهاجم السد القطري بغداد بنجاح. لاعبان جديدان إذن سيعززان هجوم الخضر تحسبا للمباراتين الوديتين أمام جزر الرأس الأخضر ومصر بعد أيام، والأكيد أن الصورة بدأت تتجلى للجهاز الفني قبل ضبط التعداد النهائي المقبل على استحقاق قاري بعد 100 يوم في ساحل العاج. ونختم النشر بالفني السابع، إبداعات في كتابة السيناريو والإنتاج والأداء على الرقح في المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي بمدينة بونا، والذي شكل فرصة لاكتشاف المواهب الواعدة في عالم السينما. المزيد مع عمر طبال. بعد أسبوع من العروض المسرحية والندوات واللقاءات الفكرية وكذا الورشات التكوينية التي احتضنها المسرح الجهوي عز الدين مجلوبي بعنابة، اختتم المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرح النسوي في طبعته السادسة. هذه الطبعة هي الدورة السادسة مهداة لروح الفاقدتين فريدة صابونجي ويمينة غسول، سعداء بالانطباعات الإيجابية التي حصلنا عليها من الإعلام ومن الجمهور لهذه الدورة. هوية المهرجان يعني كانت الأولوية للإنتاج المسرحي النسوي أو تمثيل أو كما نقول تثمين دور المرأة الجزائرية في الإنتاج المسرحي. المهرجان نظم هذه السنة تحت شعار المرأة والكتابة المسرحية، وتضمن منافسة خصصت لها 11 جائزة. هذا النجاح كلل بثلاث جوائز، جائزة أحسن نص، جائزة أحسن أداء نسائي واعد، بالإضافة إلى جائزة أحسن سينوغرافيا، والحمد لله حصلت على جائزة
أحسن تمثيل نسوي، وأيضا جائزة أحسن كاتبة واعدة، وجائزة أحسن إخراج للمخرج توفيق بخوش مخرج هذه المسرحية. شاركت باسم أكاديمية راما كيدز للتطوير للتدريب والتطوير لولاية تبسة. لجنة التحكيم أوصت بتحويل هذا المهرجان إلى مهرجان للمسرح الاحترافي دون إقصاء للهواة. وبتتويجات الفنية السابعة نختم هذه النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم. العودة إذن إلى بلاتو بعد المنتصف. نعود دائما للحديث عن الحدث اليوم، حيث أشرف وزير الاتصال محمد العجاب بالمركز العائلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على افتتاح ندوة إعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات بمشاركة وزارات الداخلية، الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أرحب مجددا بضيفي في البلاتو، سعيدة جدا باستكمال هذا الحوار معكما. يحضر معنا دائما السيد محمد شرف الدين بوضياف، المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أهلا بك مجددا. أهلا بك أيضا سيد فيصل العرابي، المدير المركزي بالوكالة الوطنية للتشغيل. سيد بوضياف، كنا نتحدث قبل قليل عن الوكالة، قلتم أن معالجة طلبات أو عروض العمل في الوكالة في غضون 5 أيام فقط عن طريق الأرضية الرقمية الوسيط، ويتم تعزيزها الآن من أجل إطلاق الوسيط 2. تحدثتم أيضا عن مراحل هذه العملية من الإيداع إلى المعالجة، التسجيل طبعا وصولا إلى الظفر بمنصب شغل. صحيح، 5 أيام كأقصى تقدير. يعني معالجة العروض العمل تقريبا هي آنية، يعني في دقائق. صحيح أنه من الجوانب المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار هو مرافقة المستثمرين أو أصحاب الشركات أو أصحاب عروض العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، وكذا طالبي الشغل بمختلف شرائحهم وأنواع يعني طالبي الشغل، هذا من خلال توفير خدمات عن بعد تسمح أولا للتسهيل والإسراع في كل الإجراءات المتعلقة بتنصيب العمال، وكذلك لاستقاء كل المعطيات الضرورية في هذا الجانب. كذلك إضافة إلى هذا، تم استحداث منصة رقمية أخرى هي تتعلق أساسا بالحسابات الكبرى، وهي تعنى بمؤسسات كسوناتراك ونفطال وغيرها من المؤسسات التي لها امتداد وطني، والتي من شأنها أن تكون يعني في شفافية تامة ومراقبة آنية لكل عروض العمل، والتي تسمح بتنصيب طالبي شغل على مستوى يعني إقليم ممتد لعدة ولايات. وهذه الأرضيات هي في الخدمة وسمحت يعني بمعالجة العديد من عروض العمل خاصة في الولايات الجنوبية لإضفاء أكثر شفافية لطالبي الشغل. سيد العرابي، حوالي 779,000 طالب عمل، قلنا قبل قليل أنه 333,000 عرض مسجل عند الوكالة، كيف سيتم مستقبلا أيضا تحقيق المزيد من خلال طبعا الرفع من عدد الشباب الذين تمكنوا فعلا من التنصيب في مناصب عمل قارة ومستقرة؟ أكيد من الخدمات اللي نعكف على تقديمها إلى طالبي العمل وإلى المؤسسات المستقبلة هي توجيه طالبي العمل في عروض العمل. إذا أكيد أن أرقام إيجابية محققة إلى غاية 30 سنة، لكن ننتظر أننا العدد ذكر أن هذه الأرقام إلى غاية 30 سبتمبر الماضي. من بين الأهداف المسطرة أننا نلحق إلى أكبر عدد ممكن إلى غاية 31 ديسمبر 2020
2023. تعليماتنا إلى الوكالات المحلية وإلى الفروع الولائية أنهم يبدو أكثر جهد في مجال التنقيب عن عروض العمل وزيارة المؤسسات المستخدمة، خاصة في المؤسسات كذلك لأصحاب الستارت اب ولا المؤسسات الناشئة أكيد اللي ممكن هما كذلك يساهموا في مجال التوظيف. الهدف هو أننا نكون بجانبهم لمرافقتهم في مجال التوظيف، والهدف الأسمى كذلك وهو تنصيب أكبر عدد من طالبي العمل، خاصة منهم الشباب والمستفيد من منحة البطالة. على ذكر مثال، أننا إلى حد الآن حققنا أكثر من 25 ألف مستفيد من منحة البطالة، تم تنصيبهم في عروض العمل المسجلة إلى غاية 30 سبتمبر 2023. دائما في مجال مرافقة طالبي العمل فيه خدمات أخرى نقدمها في مجال التكوين والتأهيل إلى هذه الفئة، من خلال توجيههم إلى دورات التكوينية، خاصة نحن مقتبلين على انطلاق الدورة الثالثة، دورة أكتوبر 2023 ليقوم بها قطاع زملائنا في قطاع التكوين. دونك عملنا معهم في توجيه طالبي العمل خاصة منهم اللي بدون تأهيل لقصد تكوينهم في خدمة في اختصاصات، ومساهمة كذلك في تكوين وتوجيه المستفيدين من حتى البطالة من غير تأهيل، وبالتالي نشاركوا كذلك في تأهيل هذه الفئة حتى يتسمح لهم أنهم يكونوا عندهم تكوين عندهم تأهيل، مما يسمح لهم الولوج إلى عالم الشغل بصفة سلسة. في سؤال أخير فقط سيد العرابي، وحتى نعود لأهمية الندوة الإعلامية المنعقدة اليوم، كيف سينعكس هذا اللقاء على السياسة الاتصالية والإعلامية للوكالة الوطنية للتشغيل؟ أكيد إحنا في تواصل مستمر خاصة مع قطاعات عديدة في مجال خدمة للمواطنين أكيد، لكن فيه ظروف فيه أعمال تنسيق شبه كلي مع قطاعات التكوين مع الجامعة مع المؤسسات الاقتصادية، هذا فائدة خاصة في لتنصيب أكبر عدد كما قلت. لكن الشيء الأهم فهو في مجال التعاون في مجال الرقمنة، لأن ممكن جهودنا كامل تتجه في نفس الاتجاه، وهو إعطاء أكبر مساهمة في مجال التسجيل والتوجيه لغيرك، هذا لإعطاء المعلومة في آنها إلى المواطنين، وكذلك في مجال رقمنة الخدمات لإعطاء شفافية أكثر وإبداء الفرص للجميع حتى يتسنى لهم أنهم يعرفوا عروض عمل متواجدة في سوق الشغل، وهي المستجدات وهي متطلبات سوق الشغل اللي همنا، وهو إرضاء المواطنين وخاصة من بالنسبة لنا طالبي العمل والمؤسسات المستخدمة. كلمة ختامية سيد بوضيف. شكرا. أولا دائما هي فرصة يعني للتواصل، وأظن أن هذه الندوة أسست انطلاقة جديدة في مجال التواصل والاتصال، وأظنها أنها ستعطي يعني آفاق واعدة، وستكون لنا محطات أخرى لإبراز كل هذه المؤشرات اللي تتعلق بعلم الشغل، ونشكركم على الاستضافة. أشكرك جزيلا سيد محمد شرف الدين بوضيف، المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أشكركم أيضا السيد فيصل العرابي، مدير مركزي بالوكالة الوطنية للتشغيل. مشاهدينا نبقى دائما معكم إلى رأس الساعة، ابقوا معنا لنا عودة بعد هذا الفاصل.
إلى تطورات الأحداث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طوفان الأقصى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 198 شهيدا و 1610 جرحى، وضع أكد بشأنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال. تطورات الوضع بقطاع غزة يرصدها لنا مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد. على وقع أصوات الصواريخ والقذائف تجاه مستوطنات الاحتلال، أعلنتها المقاومة الفلسطينية عن عملية طوفان الأقصى ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وانتهاكاته المستمرة بحق المعتقلين. اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني بل والعربي والإسلامي، عبر هذه العملية العسكرية التي أطلقتها كتائب القسام من قطاع غزة للرد على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وبحق الأسرى وبحق شعبنا في الضفة الغربية، هذا حق مشروع. أما على الأرض فتمكنت عناصر المقاومة من الوصول إلى العديد من المستوطنات والمعابر التي كان يتحكم فيها الاحتلال، واجتازت الحدود وقتلت وأسرت عددا من الجنود والمستوطنين. في المقابل قصف الاحتلال عدة مواقع من بينها مستشفيات وسيارات إسعاف أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين. نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني في المقاومة الفلسطينية، وندعو إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وأيضا تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وأن يكون هناك توسيع للضربات في كل الساحات وفي كل الميادين. وما إن سيطرت المقاومة الفلسطينية على الحدود الشمالية والشرقية لغزة، رصدت عدسة التلفزيون الجزائري حجم الدمار الذي طال مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية وفرحة الفلسطينيين بنجاح عملية المقاومة العسكرية. دخلت النصرة من الله يا رب، النصرة يا رب محوطين بأسماء الله الحسنى، والنصرة بتيجي من الله. ومع تصاعد أعمدة الدخان في أجواء غزة، فإن الأحداث على الأرض في تصاعد مستمر أيضا، وذلك يؤكد على استمرار المقاومة الفلسطينية بعملياتها العسكرية والتي بدأتها من أجل الأقصى. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. طوفان الأقصى من أجل الأقصى، وأذكر بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 198 شهيدا وأكثر من 1610 جرحى من قطاع غزة. وعلى المباشر معنا عبر الهاتف وسام أبو زيد. وسام مرحبا، ما هو الجديد لديك؟ الجديد الآن وأنت معي على الهواء، نعم. آخر الغارات الإسرائيلية غرب مدينة غزة على مخيم الشاطئ، غارتين متتاليتين عنيفتين من مقاتلات حربية من طائرات F-16 جمع تدوير الجراح في مناطق متفرقة من القطاع. لكن الأبرز قبل قليل هو ما جرى من قصف أحد الأبراج التقنية، وهو الأول من نوعه منذ عام 2021 عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأبراج التقنية قبل قليل. تم نسف برج سكني كامل وهو برج الشروق الذي يقع في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، تم إخلاء هذا البرج بشكل عاجل ومفاجئ من السكان الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية، وحالة من الهلع والخوف ووجود سيارات الإسعاف ودفاع المدني في المنطقة، وتم نسف هذا البرج بأكمله. ولكن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصفت مناطق مختلفة شمال القطاع وجنوب قطاع غزة ومناطق مدنية. هناك منزل من 7 طوابق تم قصفه، وهناك أضرار جسيمة حتى ليس في المنزل الذي تم استهدافه فقط، ولكن في المنازل المجاورة لهذا المنزل، لأن كمية الصواريخ التي تطلق على المنازل هي ثقيلة جدا. طائرات F-16 تحدث أضرار جسيمة في كثير من المنازل المجاورة لمكان الاستهداف. حتى هذه الساعة حتى المقاومة الفلسطينية أكدت على مواصلتها للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأقصى خلال الأيام الماضية. نتكلم معك الآن وهناك ما زال عناصر من المقاومة الفلسطينية داخل الحدود وداخل الخط الأخضر، وتوجد اشتباكات
داخل بعض المستوطنات الإسرائيلية. هناك حتى تردنا أنباء بأن هناك مفاوضات من جيش الاحتلال مع وجود بعض المستوطنين يد المقاومة الفلسطينية داخل الخط الأخضر، ما يعني أن هناك العملية ما زالت مستمرة في ظل يعني تواصل العدوان لإسرائيل أيضا على قطاع غزة. ناهيك عن العديد زميلة العزيزة فايزة من الأحداث المتتالية منذ الساعة 6:30 صباحا حتى هذه اللحظة، أتحدث عن آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية قريبة المدى وبعيدة المدى. هناك صور عديدة خرجت من المقاومة الفلسطينية أظهرت عدد من الوسائل القتالية الجديدة، طائرات شراعية، وهناك بعض سيارات رباعية الدفع تمكنت من الدخول والاقتحام والتفجيرات لبعض المعابر التي توجد وكان يتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي وينظف الحياة الفلسطينيين. تمكنت المقاومة من الدخول إلى تلك المعابر. إضافة إلى ذلك ما نؤكد عليه وأكدت عليه المقاومة الفلسطينية أنها تمكنت من أسر عدد من الجنود الإسرائيليين، وهو ما اعترف به جيش الاحتلال قبل أقل من ساعة من الآن، يؤكد على فقدانه لعدد من الجنود وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن حتى المقاومة أظهرت صورا للجنود وهم يعني قرون على الأرض وآخرون في مناطق مختلفة تم أسرهم خلال وسام أبو زيد. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من قطاع غزة، حيث طوفان الأقصى، هذه العملية والرد المغطرس، وأيضا من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. أكيد الجديد دائما مع مراسلنا من هناك وسام أبو زيد في البلاتو. وللإثراء والمناقشة معي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ رائد ناجي. مساء الخير. أهلا. مساء النور. إذن تصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجزائر تدين وبشدة هذه الهجومات وهذه الغطرسة المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي عن طريق بيان وزارة الشؤون الخارجية. طبعا مواقف الجزائر يعني لا نقاش ولا غبار عليه، وهي واضحة وضوحها الشمس، فإنها دائما الجزائر إلى جانب الشعب الفلسطيني وحكومة وشعبا، وأن دائما الجزائر حتى تتصدى وتصدر أيضا القضية الفلسطينية على مستوى الهيئات الدولية، الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات. أما على صعيد التصعيد الداخلي في قلب فلسطين، حقيقة التصعيد ربما بدأ اليوم في أشكاله العسكرية، لكن التصعيد مستمر على الشعب الفلسطيني. فقط يعني أنا لن أعود طويلا إلى الماضي، فقط أعود إلى 10 أيام أو 15 يوم فقط منذ بدأت الاحتفال بالأعياد الصهيونية مثلا، بدأ في حقيقة نوعا من الهجوم والتعنف وتعنيف الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كثيرة جدا ضد الفلسطينيين، سواء بغلق المدن الفلسطينية أو القرى الفلسطينية أو الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين وحتى من قبل جنود جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني، سواء بالأسر أو حتى القتل بدم بارد وانتهاك المقدسات. وربما نجد أنه مثلا الأيام الماضية، العيد فقط يعني بالأمس أحد أعياد اليهود مثلا، الذين ذهبوا إلى المسجد الأقصى بقرابين وبنباتات تقول أنها من التوراة ومن التلمود، وذهبوا إلى المسجد الأقصى وسط نفير كبير من المستوطنين، وظل في ظل حماية الحكومة الصهيونية المتطرفة. وربما ما زاد على الطين بلة أيضا، ربما أن الاحتلال أيضا تذرع بغطاء جديد إلى التوجه المنطقة العربية إلى التطبيع. كل هذا الأمور دفعت الاحتلال إلى القيام بأفعاله طبعا العنيفة والهمجية ضد الشعب الفلسطيني، وهو كأنه يعني يركن إلى جانب من الاطمئنان بأنه لن يكون هناك رد فلسطيني. ربما هذا الشيء المعادلة الجديدة. فبالتالي اليوم المقاومة الفلسطينية ترد على هذه الانتهاكات المتكررة والممنهجة اليوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة. كيف ترون عمل المقاومة اليوم وهذا الرد الذي وصفه أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه حق شرعي للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه؟ طبعا يمكن أن أرى الأمور من عدة زوايا. زاويتها الأولى زاوية القانون الدولي بما يتكلمون، أنه من حق الشعوب التي تكون تحت الاحتلال بالمقاومة، وهذه مقاومة مشروعة أمام كل المواثيق الدولية والقوانين الدولية، حتى هم الذين وضعوا شرعوا هذا القانون يعرفوا أن هذا حق للمقاومة الفلسطينية أو حق للشعب الفلسطيني أن يقاوم ويدافع عن نفسه في ظل لا وجود لا حامل للشعب الفلسطيني، لا مؤسسات دولية ولا مؤسسات غير دولية ولا إقليمية ولا حتى مؤسسات عربية. فبالتالي الشعب الفلسطيني اليوم أخذ على عاتقه هذه الحماية. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، المقاومة الفلسطينية دائما تذهب إلى
تكتيكات جديدة، بمعنى آخر أنها تتماشى بذكاء وتتصارع بذكاء كبير جدا في مقارعة هذا الاحتلال ومقاومة هذا الاحتلال. فكل مرة المقاومة الفلسطينية تظهر نوعا جديدا لا يخطر على بال الاحتلال، فكلما الاحتلال أراد أن يرأب أو على الأقل أن يغطي ثلما من نقاط ضعفه، تذهب المقاومة باتجاه أمور لم يكن يعلمها الاحتلال. حتى اليوم نسمع مثلا قادة الجيش الصهاينة وحتى المخابرات يقول أنهم فشلوا فشلا ذريعا عن التكهن لهذه العملية، وما هو إلا دلالة على قوة المقاومة الفلسطينية. النقطة الثالثة وهي أنا باعتقادي نقطة أيضا، أنه مثل يعني ترسي المقاومة معادلة جديدة، العين بالعين والسن بالعين بالسن. ولهذا ربما وجدنا أحد شعارات طوفان الأقصى: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، بمعنى آخر نذهب إلى 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 مناطق المدن الفلسطينية المحتلة. وبالتالي المقاومة الفلسطينية الآن باتت تعلم جيدا أن نقطة ضعف هذا الاحتلال أن تكون أن نقل المعركة إلى داخل الاحتلال. صحيح. كان دائما الاحتلال دائما المستوطنات. نعم، كان دائما الاحتلال يذهب إلى نقل المعركة خارج أراضيهم. صحيح. يعني بالتالي هو دائما يوقع الضرر في المدن الفلسطينية أو خارجها، أو حتى مثلا في جنوب لبنان 82. واليوم أيضا من خلال ارتفاع عدد الشهداء أستاذ ناجي، 198 شهيد، حصيلة كبيرة جدا ناجمة عن استهداف المدنيين واستهداف أيضا محيطات المستشفيات بقطاع غزة. طبعا اليوم هو في إرباك كبير جدا لداخل الصهيونية. أولا هم كانوا في يوم السبت، يعني يوم يثبتون كما جاء في القرآن، فبالتالي جاء في سبتهم، وأيضا في ظل احتفالاتهم بالأعياد اليهودية، وفي ظل النشوة السياسية التي يحتفي بها نتنياهو عن بعض التطبيعات هنا وهناك. فبالتالي جاءت العملية في ظل ظروف كانت لم يكن هناك أي مؤشر معين على أنه توجد هناك المقاومة. بالتالي اليوم دخول المقاومة وإرباك الاحتلال بهذه الطريقة، أولا، اثنان، قدرة المقاومة على اختراق عدة مدن وليس منطقة واحدة من المستوطنات والتجول فيها بحرية مطلقة والاستيلاء على كثير من المعدات العسكرية، على حتى على عدد كبير من الأسرى. اليوم قناة ولا العبرية تقول 150 أسير على الأقل تقديرات في داخل غزة التي تم أسرهم اليوم، عدا عن 35 جندي يعني قتلوا يعني في هذه المعركة. بالتالي أنه فعلا كانت هناك معركة، بمعنى آخر لأن نقول أنه المقاومة استطاعت أن تخلق ردعا كبيرا، بمعنى السن بالسن. فبالتالي أنه لأنه وجدنا الساعات الأولى كانت وجه نتنياهو يعني فيه نوع من الانكسار ونوع من لا الاستقرار. يعني عندما نقرأ سيميائية الصورة نجد فعلا حقيقة أنه اليوم في وضع مربك. فبالتالي هذا الرد بهذه العشوائية على الشعب الفلسطيني هو دلالة على إرباك كبير جدا، بحيث نفس الاحتلال لا يدري من أين يعني جاءت هذه الأمور وكيف يحسم هذه الأمور. حتى أنه يعني الساعات الآن قبل قليل كنت أقرأ في أخبار هناك وساطات خارجيه تريد تهدئة الامور لكن المقاومه ترفض حتى تستكمل عمليتها. يعني المقاومه، نعم، هناك حديث عن مفاوضات. نعم. ايضا المقاومه اذا هي بدات تملي شروطها. وبالتالي انا باعتقادي الاحتلال اليوم يراهن على ثلاث اشياء بهذا التصعيد الخطير: اولا اعاده الاعتبار لشوكته التي انكسرت مرارا وتكرارا، والنقطه الثانيه انه الاحتلال الان يدرس هل انه ممكن دخول غرف مشتركه في العمليات. طبعا غرفه غزه اليوم اجتمعت يعني الفصائل الفلسطينيه وتوحدت في تحت غرفة واحدة أو في ظل غرفة واحدة ودفاع مشترك ومقاومة واحدة، بالتالي هذا توحدت. الآن الاحتلال باعتقاد أنه ينظر إلى جانب الغرف المشتركة الأخرى مثلا في جنوب لبنان في مناطق أخرى. إذا ما توسعت وحدة الساحات باعتقاد الاحتلال سيرجع إلى وحدة. نعم. في عمل المقاومة بين الفصائل المسلحة الفلسطينية في داخل فلسطين وخارج فلسطين. هذه المعادلة الجديدة التي أرسيت يعني من شهور. جيد. وبالتالي اليوم نسمع في بعض الأخبار قبل قليل أن المبعوث الأمريكي أخبر الاحتلال بأن مثلا حزب الله سيدخل إلى المعادلة، هكذا قرأت الخبر، يعني لا أعلم مدى صدقه. أنه أبلغ الاحتلال بأنه إذا لم تتوقف تلك الهجمات على غزة أنه ستدخل محور المقاومة في جنوب لبنان. فتلك المعادلة باعتقاد الاحتلال الآن يرى إذا وجد أنه في معادلات جديدة سترسى بحق هذا الاحتلال باعتقاده سيذهب إلى الوسطات وبالتالي يدعو إلى تهدئة الأوضاع. لكن عن المقاومة ربما الآن تبدأ، بما أنه المقاومة هي من بدأت العملية ردا على جرائم الاحتلال متكررة أيضا، وأيضا إلى وصول أيضا لها جدول أهداف وبنك أهداف. الآن الاحتلال كان هو الذي يرسم بنك الأهداف، لكن المقاومة اليوم هي ترسم بنك الأهداف. وبالتالي أنا باعتقاد المقاومة اللي في جعبتها الكثير حتى تضرها في هذه الساعات، وخاصة أن المقاومة الآن تستعرض في كثير من الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإخبارية على الآلات وما تمتلكه المقاومة وما ستدخله حديثا في هذا الإطار. إلى هذه الساعة من ساعات الفجر هذه الساعة نزلت المقاومة مشتبكة في داخل مناطق فلسطين المحتلة، معناها إذا ما زالت العناصر المقاومة في داخل هذه الأراضي. والأكثر
أكثر من ذلك أن جيش الاحتلال اليوم يقول بأنه يخشى أن تكون هذه كثير من العناصر إنها دخلت إلى داخل مدن الاحتلال وبالتالي تحدث إرباك، حتى أنه اليوم يعني قبل قليل تم قصف برج غزة في غزة. اليوم مثلا في رسالة من المقاومة أنه على تل أبيب مثلا هكذا جاءت الرسالة أن تقف على قدم على ساق واحد، دلالة على أن المقاومة ربما في الساعات القادمة ستصاعد من عمليات ونوعية العمليات ودقة جيد. العمليات نتوقف عند نوعية هذا العمل. طوفان الأقصى هو عمل نوعي منظم من طرف المقاومة جدا منظم. الفلسطينية هذا ما نستشفه مما يحدث على الميدان. نعم، هو ليس فقط منظم، هو في وعي بكامل أركانه. يعني يوم سبت له دلالات دينية، مثلما هم جاءوا دخلوا إلى المسجد الأقصى اليوم بتكهنات توراتية وتلمودية، اليوم يرد يعني الرد يعني من كل الزوايا. الزاوية الثانية زاوية مهمة جدا، يعني بأنه لا وصي على الشعب الفلسطيني، هذه نقطة قوية جدا، يعني بأنه يعني التطبيع ودول التطبيع فلتذهب أينما شاءت أن تذهب، لكن لن تكون وصية على الشعب الفلسطيني. وفي نقطة ثالثة ربما تحدثت عنها ربما أحد المحللين السياسية أو مديرة مركز استراتيجي في عند الاحتلال، عندما تكلمت على قضية أنه كلما زادت وتيرة التطبيع الشعب الفلسطيني استأسد وظن بأنه يجب عليه أن يأخذ بزمام الأمر ولا يترك الأمور. فبالتالي نلاحظ يعني حقيقة أنه كلما صار هناك عمليات تطبيع كلما زادت المقاومة شراسة وقوة، وهذا ما طرحته هذه الخبيرة، وكأنه تناسب طردي كلما زاد يزداد، وهذا دلالة على أخرى أنه المقاومة أنه الشعب الفلسطيني يستطيع أن يحمي نفسه ولا يحتاج إلى حمايات أخرى إن لم تتدخل الهيئات الدولية جيد. وهنا نعود إلى بيان الجزائر وزارة الشؤون الخارجية المندد بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جددت الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام المستمر للاحتلال الصهيوني. طبعا اليوم احنا الارض المقاومه على ارض الواقع هي قائمه، نحتاج الى دبلوماسيه، يعني نحتاج الى وقفه دبلوماسيه سواء من جانب الفلسطيني او حتى من الدول العربيه او الدول الشقيقه الدائمه او الدول العاشقه للحريه والتي تساند الشعب الفلسطيني. والجزائر طبعا من الدول يعني سيده في الحريه كما نقول، والثوره الجزائريه عنوان كبير يعني نكتب تحته ملايين ملايين الاشياء ممكن ان نخطه. فاليوم الجزائر لازم تحاضر على مستوى الهيئات الدوليه من اجل فعلا حمايه الشعب الفلسطيني والتدخل واخذ الامر بعين الواقع، لان التقارير الان ربما يعني اثارت الغرب بعض التقارير التي وصلت من غزه او من قطاع المغل، لكن في كثير من التقارير على الحق ما يقوم به المستوطنون تجاه الشعب الفلسطيني من امور ليست خارقه لحقوق الانسان، تتجاوز اكثر من ذلك حتى. فبالتالي نعم نحتاج اليوم الى الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه والمقاومه اليوم تحتاج الى سند سياسي والى غطاء سياسي، لان الاحتلال ربما سيذهب باتجاه هذه المعركه. فبالتالي الجزائر كانت سباقه الذهاب إلى المطالبة أمام الهيئات الدولية قبل أن يذهب الاحتلال لذلك، لأن الاحتلال نتكلم من نوفمبر إلى اليوم يعني فقط 18-19 قرار لصالح أو حتى 22 قرار من مختلف هيئات الأمم المتحدة وتوابعها طبعا لصالح القضية الفلسطينية. ودائما الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط طول هذه القرارات، ومع ذلك هو يضرب بعرض الحائط، لكنه يبحث عن قرار مثلا يكون لصالح الاحتلال. اليوم سيبحث من خلال بعض الصور التي صدرت من في غلاف غزة وفي داخل المستوطنات، سيبحث عن بعض هذه الصور وسيدعو ربما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية التي تدعمه من أجل فتح هذا الموضوع. فبالتالي اليوم الأولى أن يعني الأولى عربيا والأولى إسلاميا أن نذهب باتجاه استباق الأحداث كما فعلت الجزائر، وبالتالي الجزائر دائما مشرفة في مواقفها في هذا الأمر ومدركة للأبعاد السياسية وهذه قوة الدبلوماسية الجزائرية. فبالتالي نحتاج اليوم إلى أن نكون الأسبق قبل أن يذهب، يعني على باب المثل الذي يقول ضربني وبكى وسبأني وشكى، يعني على رأي هذا المثل. فبالتالي نعم نحن الآن الأحرى أن نذهب بهذا بالتوازي إلى الهيئات الأممية. فبالتالي نعم الجزائر أدركت الموضوع مبكرا وذهبت بهذا الاتجاه، وهذا شيء يعني حقيقة نشكر عليه الجزائر والحكومة الجزائرية. من خلال أيضا الوضع الميداني والصورة التي نقلها منذ قليل مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد بقطاع غزة، أكيد نتوقع ضحايا، نتوقع شهداء، نتوقع وضع يزيد إلى الوضع إلى الطين بلة بقطاع غزة. كيف أيضا يتصرف الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف؟ وهنا نتحدث عن الهجمات العشوائية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضد المدنيين من طرف الاحتلال الإسرائيلي ردا طبعا على ما قامت به المقاومة الفلسطينية اليوم. طبعا الاحتلال الآن يريد أن يعزز ويصعد بشكل كبير جدا من الغارات العسكرية لإيقاع أكبر خسائر في الشعب الفلسطيني ومحاولة الضغط على الشعب بالتحديد في غزة من خلال
خلال قصف المنشآت مثلا الطبية والخدماتية من أجل طبعا محاولة قلب المعادلة، بمعنى آخر أن لا يحتضن الشعب في غزة مثلا المقاومة، ويريد تفكيك الحاضنة عن المقاومة. طبعا هذا الأمر يعني لا ينجح في غزة، يعني أولا هذه نقطة مهمة جدا، وباعتقادي أن اليوم الشعب الفلسطيني سيزداد التفافا حول المقاومة، لأن الشعب الفلسطيني في كل الأحوال هو متضرر، وهذا ما يحدث بالفعل. وهذا ما يحدث، وباعتقاد أنه ستنتقل الأمور إلى عملية إلى نوعين، عمليات فردية في داخل الضفة الغربية، عمليات فردية وعمليات منظمة من قبل الفصائل، وربما هذا الذي سيحدث الفارق. نعم. والفارق يتبين في الساعات القادمة، يعني قدرة المقاومة، إذا ما استطاعت المقاومة كيف تتوقعون أستاذ ناجي الساعات القليلة القادمة؟ هو سيكون تصعيد من الجانبين، لكن اليوم إذا المقاومة استطاعت أن تستهدف منشآت كبيرة جدا كما تقول، يعني وكما أنه من الصبح يعني دلالة واضحة 5000 صاروخ، دلالة على أنه هذا رسالة إلى قدرة المقاومة على المواصلة وضرب أهداف ومن خلال التصريحات. إذا ما استطاعت المقاومة ضرب أهداف في عمق هذا الاحتلال، طبعا الاحتلال سيحاول أنه الآن سيكثف غاراته، لما يأخذ ضربة في العمق سيحاول التراجع والذهاب إلى الوسطات من أجل أن يخرج أمام المجتمع الدولي بأنه تم الضغط على هذا الاحتلال، لأنه أوقع أكبر خسائر في الطرف الفلسطيني أو المدنيين الفلسطينيين، فبالتالي هو يذهب إلى معادلة الدم الفلسطيني دائما هي معادلة الاحتلال، بالتالي أنه فرض حصيلة كبيرة من الضحايا في داخل فلسطين من أجل عندما يقوم الضغط يقول أنه أوقف عمليات نتيجة الضحايا المدنيين ليست نتيجة الخسارة العسكرية التي تكبدها، فبالتالي سيكون هناك تصعيد من الطرفين، لكن أيضا أنه احتمال انضمام يعني حسب الاتفاق الذي جرى ما بين غرف المقاومة في داخل فلسطين وخارج فلسطين كلبنان وسوريا مثلا وحتى الحزب الله العراقي مثلا، إذا ما تمت هذه العمليات، يعني إذا العمليات المشتركة ومحاولة أنه مناوشات على الحدود، باعتقاد الاحتلال سيحسب حساب كبير جدا، أنه ستكون هناك محاصرة من الشمال ومن الجنوب، وبالتالي سيذهب الاحتلال نعم إلى الوسطات والضغط على الدول من أجل أن تذهب باتجاه الوساطة كدول عربية مثلا كمصر مثلا أو باتجاه الدول كالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. الوضع الإنساني بقطاع غزة طبعا الان هو الوضع الانساني في غزه، وحقيقه هو وضع سيء، يعني حتى يعني 17 18 سنه نحن في حصار، وكل مره العدوان يعني يكرر غاراته ما بين 4-5 شهور لا تهدأ غزه لا تنام من الغارات، فبالتالي غزه الصامده، فاذا كل هذا الامور سيزيد الوضع سوءا يعني، ولكنه ليس بالشيء الجديد على اهل غزه فقط. جيد، اشكرك جزيلا على الحضور استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه رائد ناجي، وقفنا مع الوضع وتطورات الوضع بالاراضي الفلسطينيه المحتله، طبعا متابعة المستجدات دائما عبر التلفزيون الجزائري الثالثة الإخبارية، مراسلنا وسام أبو زيد ومختلف التقارير والصور الإخبارية في نشراتنا اللاحقة. هكذا إذن أصل معكم إلى ختام هذا العدد من بعد المنتصف، إلى اللقاء.